اللايف يسحل اللايف ونحل اللايف ونعطيها العصر كسبير ونوري هذيك الساعه الهضره كيفاش كاين من الاخر. المهم انا عندي ثلاثة ولكن الملاحظات، عندي ثلاثة تفضل. الملاحظات يمكن الناس ما انتبهوش. البارح زهير حط داك الفيديو الدقيقة أربعة كيقول باللي مشيت أنا وياها عند أمها، مشيت أنا وياها عند أمها. وهنا زهير أثبت الجدل اللي أنا هادي شحال هادي تقريبا جوج سيمانات طلعت عندكم قلت لكم راه الأم مصالحة مع بنتها وكتكذب وكتمثل. إذا كان هو هزها ومشى عند أمها يعني راه مصالحين. لا ما شوف أنا ما بغيتش نهضر على هاي اللي هاي أنتم. انا غنشرح لك السي امين، انا غنشرح لك. أوكي عقلتي ديك الايام اللي كانوا كيقولوا بان القنوات اللي كانوا مع سعاد تضربنا بمقلة، وجات كوثار وبغات تصالحوا، وجات عندهم مع الثلاثة الليل، قالت لي السريعة جات عندي مع الثلاثة الليل وسميتو داو البنات سلموا على جداتهم. هذاك الساعات هذاك الوقت كان حتى هو مشى عند دار جداتها، وكانت نيت جابو حتى سعاد، كانت سعاد وكانت حتى خميرة معاهم وكوثار. ديك الساعات انها كانت هو جابها عند امها، هو جابها لان كانت كلهم مجموعين. ديك الساعات كانوا حاولوا باش يديروا باش كوثر دير واحد الصلح، وكوثر هي اللي جات عند السريعه، يعني احنا كنا مع السريعه وكانت تعاود لينا. ديك الساعات علاش كيهضر هو زهير، فهمتيني على ديك الوقت؟ ايوا يعني هما مدابزين مبرهشين، انا هادشي اللي بان ليا. الام وبنتها مدابزين بالتبرهيش، لان ملي تجي عند خالتها وتسمع شنو كتقول خالتها بصح ما تسمعش لامها بحال لا تبرهيش في المدابزه ديالهم. وما المهم لا انا لا عاقل عاقل على هادشي. امين امين، انا نقول لك امين. شتي امين، شتي هاد البنت هادي صعيب باش ترجع لامها. وحتى ديك فاطمه الزهراء ملي غيخرج بكريشه راه سعاد غتصدم عاوتاني. هاد البنات هادو صعب صعب صعب، خصوصا هاد الدسره هادي. الدسره داوها الفلوس، الدسره تفرعنات، راه كاين اللي كيدير الفلوس وكيعاون والديه وتيكون بالطاعه والديه. هاد البنت هادي انا كنقول لك سبحان طغات الله على الجميع، طغات على راجلها، طغات على 15 مراته. مليون في الشهر. الا اللي غيقول لها امينتو، باها 15 كتقول له الحمار، باها كتقول له الحمار ما كيقدرش يهضر. اما شي واحد الا قال لها ديري هادي ولا هادي لا ولا هادي خايبه، لا تما غادي يولي العدو اللدود ديالها. بحال دابا اللي طاري دابا لما رحنا قلنا لازين المحارم بوحدها بينها وبين الله، لكن ما خصكي تطيعيها، خصكي تحسني بها، خصكي تهضري معاها، خصكي تولي فيها. الا عطاك الله خصكي تعطيها وتهلاي فيها. حيت البنت هذه راه ما كتهلاش، خوتها ما داروا لها والو، دوك الصغيورين عمركم في ظرف هاد 3 سنين شفتوا شي كادو ولا شي مساعدات لدوك الوليدات؟ لا ما والو كتهلاش خوتها، خوتها ما كتعرفش. ديك فاطمه الزهراء كتعرفها غير في المصلحه ديالها. دابا ملي بغات ما الاوديو، كتعرفش انت، انا اختها ما كتعرفش. دابا هاد الاوديو راه جابته فاطمه الزهراء من عند سعاده، انا نقولها لك. الاوديو جابته فاطمه الزهراء من عند امها، لان فاطمه الزهراء كتبغي يسرى، لكن يسرى عمرها ما كتحن في اختها فاطمه الزهراء، ولا تخلص لها المدرسه، ولا تشري لها شي حوايج، ولا تقول هذا المبلغ غادي نعطيه لاختي، ولا غادي نشري انا اللي غنتكلف بالمدرسه ديال خوتي هاد السنه، من الادوات، من الشكاكر، من الطابليات، من الحوايج. فين هي المحنه؟ فين هي المحنه؟ محنه الدجاجه بلا جناح، ولا ماش كيقولوا لها فين هي المحنه؟ انانيه، حب الانا. هذه البنت عندها حب الانا. انا كنقول لك انا والنرجسية. كنت كندافع عليها، ولكن البنت مريضه، احنا ما عندناش بنيه في السن ديالنا. عندنا هذه البنت مريضه والله والله. انا كنقول لكم ما تشوفوش هذا البوز دابا، ما تشوفوش والله. هذه البنت الا غادي تعاقب الدنيا قبل الاخره، والله الا غتعيش حياه الضنكه. عندك اصحابكم اليوتيوب، ودابا انهم شادين البوز اليوتيوب، ما فيه ثقه، ما فيه ثقه والله. ويجي شي موضوع اخر الا غيبقاو ينشوا الدبان. عندك واش شوفوا غير يملوا الناس، غير الناس انا تمنصف نقول لكم دابا
هذاك الوليد دابا اللي غادي تجيبي غادي يربطك، غادي تربطي لمات، ما كاين لا ريستورات ولا سهرات ولا ديسكوتيكات ولا حتى شي حاجه، حيت انت يا بنت الديسكوتيك، ام حنا راه خالقين في الخارج، والله ما كيعتبوا لي ولا عتبوا لي، فهمتي مربيين. لكن انت يا تريبورتور يا اللي من 13 عام فيك فيك ما عرفتش شنو فيك، راه معايا الراجل دابا راني حشمت، راني كنتقى الله بالله حتى يمشي. ماشي مشكل، كمل اخويا كمل كمل. دابا كاين واحد المشكل، دابا داك هي كنشوف انا جايين مشاكل، دابا هي غادي تولد مع شهر جوج، ياك شهر جوج يعني جونفي ديال 2025، وهذا كيتزامن مع الخروج ديال المفرقع، كاميو ديال الشحمه غادي يخرج، كاميو الشحمه غادي غادي يخرج شهر خمسه، يعني البوز غيبقى من شهر جوج، وعلى ما يخرج ثاني هو عاوتاني الاحبه اللي عندهم 18 عام سريعه، وهو اللي عنده 20 عام الاحبه غادي يحبني نحبك، غيبدا الرومانسيه وحبيني نحبك، فهمتيني؟ يعني عندهم عندهم ثاني واحد من المور داك الشيء 6 شهور ولا 3 شهور وغادي يكمل هذا البلد هذا. انت شوش دابا تحرج روبالا روبالا بلاتي، دابا انت واش واش دابا تسمح لمرتك هكا يعني في السوشيال ميديا تبقاو ديروا هكا؟ راه ما يمكنش ابدا 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 ابدا. ماشي راجل هذا، هاد المصيبه اللي الناس ما نقدرش ما نقدرش، وهي 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 ما عندهاش باه، ما عندهاش خوت، هذا رجال يا ويلي راه ما يمكنش. انا واش 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 حنايا بوحدنا مدايرين ولا واش هما بحالنا؟ هو راه هما كيخرجوا كطوع كيتشك كاع. لا هي 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 راه ما ناكرينها ناكرينها. شوف ما كاين شي مشكل، شوفي معذر البنت كانت كتغوت وتقول زوجوني زوجوني، لان كانت كتشوف هاد المناكر هادو، معذرها يا اختي مع فيها هي الدوده. لا 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 ما يمكنش. انا دابا عذرتها زوجوني ولا كثر راسي زوجوني. شهبون دابا معنا الراجل تينزل تينزل. لا دابا انا قلت ما زوجوني. مش مشكل، هي راه باغيه تطلق، هي كان عندها ذاك رضوان، وكان ذاك رضوان هو المخطط، ولكن صدق هو مزوج. مرحبا بسي امير، امير وحيد مرحبا والف مرحبا. امير برا برا مش بنت. اوكي هذاك المخطط هذاك البلان او من بعد دازوا للبلان بي، البلان بي وكان هو زهير، وزهير جبدوا المحضر طبعا احنا عارفين القصه. المهم كاين مشكل دابا، دابا ملي هي غادي تولد في شهر جوج وهو غادي يخرج في شهر خمسة ولا جوج، احنا عارفينه غادي يخرج، غيبدا يقول لك الحبس وشنو وقع لي وكنت كذا، ولكن كنت مزيان، فهمتي غادي يدير كيما خوه، وغيدوز لنا الحبس ما الحبس ما الحبس. المهم غادي جلاس ويضرب واحد الشهرين ولا ثلاث شهور، من بعد غيدوز يدير لنا الرومانسيه كما قلتي، ولكن اللي غادي يديروا من بعد هو اللي غادي نقولوا لكم. انا دابا غادي يبدا هو يدير راسو زعما ميديوم يعني وسيط، باغي يرجع خيتي لزهير، ربما يكونوا طلقوا ذاك الوقت، ويبدا يدير راسو وسيط ويمشي عنده، وانا هضرت معاه وما هضرتش معاه، ومهم يبدا يطلع به البوز. ولكن الحاجه الكبيره المشكل اللي غادي يوقع هو زهير ما عادش يبغي اللي يصور له بنته، وهي دابا هادشي كامل دارته، وهادشي كاع اللي كاع المخطط هذا كله دارته غير على داك الولد. هي في الحقيقه راه دارت التلقيح الاصطناعي بطريقه اخرى، ها هي غير تلقحت مشات طلقاتو، هادشي كلشي دارته على الوالد، والوالد هو اللي باغي تصبر. هو قالت لك جيني قالت لك غيدير لينا حلقات على الحبس، غيدير لينا على ازواج السبع، على ازواج السبع في سويسرا، غادي يعاود لينا على هذا الشيء. ولكن الحرب الكبيره غتنوض على الولد، هو ما باغيش لي يصور له بلده، هي باغي تصور بلد، وغادي يمشيو للشكايات، غادي هي دير شكايه وهو يدير شكايه ويمشيو،
ايوا دابا فكاهة ما موحد كي غنديرو دابا. ما كاين السي ما كاين غير شكايات شكايات. ايوا شنو دابا المتابعين كيقول لك ما خصوش يخليها تصور بالولد، وشنو غيدير؟ خصو يدير شكايه. وهي مصرة غادي تصور بالولد وهي اليوم في اللايف قالت لك تصور، قالت لك به وقانونيا الا ما بغاش هو كيحلف اللي قال لي ولدي ما تصور به. واحد في الابوين، واحد في الوالدين، الى رفض صافي ما كانش ممنوع. ايوا دابا راه غادي تحصل دابا. ايوا عرفتي باها. دابا هادي عرفتي هادي يا سي امين، عرفتي غادي يضرب لها كل شيء في الصفر. هي هذا التكتيك اللي دارته ديال الزواج، هذا هو اللي بغيت نقول. غير باش تخدم، غير باش تخدم. انا نقولها لك وخرج لها في الزيرو دابا. الا مشى هو شكا صافي. حنا وراء زهير ومساندين زهير، ما بغيناش ضحيه واحد اخر بحال زنوبه. لا 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 لا، حنا ضد هذا الشيء. هذا الضحيه هذا اللي غادي يولي ثاني في السوشيال ميديا وتصور به وتسترزق به، حنا ضد هذه المسائل هذه. لا لا، هو ما باغي اليوم في اللايف ديالها انا كنشوفها زعما يعني نشرت لنا العقوق، نشرت لنا العقوق، نشرت لنا هذه الفكره ديال البنت تجلس وتدير لايف وتسب في امها. وطبعا الطرف الاخر، انا عارف انتم كتدافعوا على الطرف الاخر دابا ما تقولوش، ولكن الطرف الاخر ضعيف الشخصيه ما دارتش حاجه. الاخوه اللي كيفهموا في القانون كتقول وحده، كتقول قانونيا تقدر تصور معاه وتغطي ليه وجهه عادي، ما عنده ما يصور منها. اكيد هاد خيتي هادي وقيله معاها، اكيد ما عنده ما يصور منها. لا 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 ما لا لا، واحد من الابوين الى رفض معاه صافي البوليس كي صافي دابا صافي. واحد ما موافقش، واحد في الابوين ما موافقش ما يتصورش به قانونيا، ممنوع يعني ممنوع. اذا نشرت لنا العقوق، انا دابا نشوف دابا اليوم في اللايف دابا ولات باغي تحطم لنا المؤسسه الزوجيه. انت سيدي قالت لك وهنا وانتوما البنات كتشوفوا الرجال ما عجبكمش عندك وتجلسوا معاه سيروا بحالكم، ولا تهتز دابا انتقلات لاحظتوا من بعد ما انتوما الرجال قالت لكم ما تصلحوا ما تسواو، وقالت لهم المرأة احسن من الراجل وتعيش احسن من الراجل، وجاو عندي بزاف ديال العيالات وقالوا لي سعدات قدرتي هاد اللحظه غير صابرين على بركابي، وهاد الرجال خصهم غير نوجدوا لهم الماكله وما تديروا بوحدها. ولا دابا هي باغيه دير حركه نسويه دابا وعايشين في مجتمع فيمينيست وفي يبغيو تعاونوا عيالاتكم وتنوضوا الطيب وحتى انتم في الكوزينه. يا صاحبي انا متفقه معاكم، طيبوا شي شويه كطيبوا لنا غير القلب. لا هو شوف لا حنا بغينا المراه يكون ذاك، باش نكونوا واضحين احنا ما كنهضروش. والراجل اذا كان مرته حامله ولا مريضه ينوض طيب، ما فيها حتى شي حاجه، رجوله هذه رجوله ان الواحد يطيب الى مرته حامله ولا مريضه. ايوا قسما بالله العزيز العظيم يا سي امين، قسما بالله انا راجلي عمرو ما طيب لي تبيضه بيضه اومليت درت العمليه. قال لك تاع مصرانه الزايده، قال لي الدكتور ايوا زعما اوروبي عنده الفكر الحر. امين خليني واقسم بالله العلي العظيم درت العمليه وقيل هذه شي عامين. ايوا قال لي الدكتور، قلت وقيل 4 ايام، قال لي الدكتور صافي غادي تخرجي، قلت لي خليني عافاك نزيد نهار اخر. قلت له خليني نزيد عافاك نهار اخر، والله الا خلاني. ايوا قلت له غنمشي، قلت لي غنمشي راه غنوجد له الماكله صافي. ايوا شنو انا ما كاينه لا امي لا اختي، يعني شكون اللي غادي يجي يعاونني؟ الراجل عمره ما كيطيب تبيضه، وين واخا غادي يقول لا واخا جلسي وحنا غادي نمشيو نجيبو من الزنقه ولا غادي والو، غادي تجي المراه
قسما بالله العلي العظيم غادي تجي والله الا درت العمليه 4 ايام والله القسم الا وقيله لا غطي وقيله مشيت للكوزينه كندير العشاء لا غطي اي يا راه صافي والله العظيم المرحوم شوفي قسما بالله باش ولدت هكاك باش ولدت هكاك تفضلي لاله فاتحين شوفي مشيت مازال صغيره ياكي هو اللي علمني ندير لك خيب انا ما كنتش كنعرف ما كنعرفش ندير لك خيب انا ما كاينينش في المغرب ديك الساعه مازال ما تعرفت هاد المسائل ديال لك خيب وهذا وصوب لك خيب وراني كيفاش ندير لهم وبقى كيصوبهم وكيعاود كيصوبهم وكيعاود يصوب سباغيتي كيطيب مطيشه بالبيض المهم شي حاجه اللي باش ملي كتكوني مريضه فريمون طايحه في الفراش كيقدر غلط ماشي زعما كاع نهائيا صراحه هي هذه من بعد بديت كنجيب ديك خيزين هول ديك ديال السوسيال اللي كتعاون في الدار لان كاينين الدراري بحال التوام كنجيبها يوميا باش آه وليني جراتوي ماشي بالفلوس من عند الدوله الدوله كتصيفطها لك كنجيبها فابور لان عندي 3 دراري متابعين وخصني ندي هذا للمدرسه ونقابل هذا ونعطي البيبون هذا كيصيفطها لي البابي سيتر البيبي سيتر عرفتها لا ماشي بيبي سيتر هذه كيقولوا لها هاوس هذه هاوس كيبر ولكن ايوا هاوس كيبر الاعمال المنزليه الى الاولاد تكون اعمال منزليه تمسح الزجاج تغسل دير الوانيت تنشر الصبين تحدد دوش للدراري فقط ما توكلهم ما والو الا في الا كان وقت الدوش كنقول لها انا دوشي كدوش للدراري ايوا هادي بيبي سيتر ماشي هاوس كيبر بيبي سيتر هادي كتعطيها لك البنات هما معانا من هولندا كيعرفوا بان كاينه بحال دابا شتي اختين كتمشي عندهم في البلديه وكيعطيوك هما هاد وين كاين حاجه نقول لك ولكن هاد المساعدات هادو سميتو كيكون ما كتعطاو حنا بعدا بلجيكا لا كنتي مريضه ولا هذا فهمتي اما تكوني لا انا راني مشيت عند واحد الوحده ديال هذوك المساعده ديال الاسره سوشيال وورك راني المساعده الاجتماعيه قلت لها انا قلت لها بزاف عليا ما بقيتش قادره ندير كل شيء بوحدي قالت لي واخا ماشي مشكل وعطوني خيزين هول شوف الا ما عندكيش اللي يعتني بالاطفال وتبكي داكشي ما عندكيش اللي يعتني بالاطفال وعندك ثلاثه هي دي قالتها سال هي قالتها سال انا نقول لكم دابا معنا جوج رجال هنايا انا كنخدم دائما من 4 حتى ل 11 ديال الليل تقريبا فهمتوا يعني عندي طون بلان كنخدم طون بلان راه فاتحه شهبون عارفه على حنا دابا انا قبل ما نمشي للخدمه انا قبل ما نمشي للخدمه راني وجدت الماكله مشيت خدمت ياك هاد الشيء والله القسم بالله نحل لكم شوف غادي نحل الكاميرا ها وخا هاد الدجاج ها لي بات فيهم لا سالاد ها هي فهمتوا هاد الشيء عاد غادي نهزو دابا ونديرو انا في الثلاجه فهمتوني يعني كتكوني خدامه وكنوجدو وتنحطو كلشي يعني كيخليو لانني غنجي انا من الخدمه وخصني نتعشى فهمتوا كنقول لهم غير خليو كلشي منين غنجي انا خصني عاوتاني نتعشى يعني غادي نهز هادشي دابا ونحطو في الثلاجه من غير الشلاضه اللي خصها ما غاديش تعاود يعني حنا خدامين وكنوجدو الكوزينه وتنوجدو كلشي ماشي غنخليو صافي انا حيت خدامه صافي ما غادي نوجد ما غادي ندير والو ما يمكنش شتي الروبان هولندا والمانيا هولندا والمانيا كاين هاد القضيه حنا غير كتكون مريضه ممكن يعطيوك المساعده ممكن يعطيوك اما تكوني سميتو راه ما كان حتى اللي كتقومي بشغلك الراس وملي كتزوجي راه الزواج مسؤوليه نصيحه للشابات اللي قادر على الزواج يتزوج اللي ما قادرش يعطي الثقه للزواج ان كيجيو الاولاد وكيجي الراجل كيبقى راجل واخا يعاونك تيعاونك ولا يطيب الماكله ما غيطيبش بحال المراه مستحيل لا ما يطيب الصراحه
تلقى المرأة هي المرأة، أنا راجلي كيعاوني وكيدير سبيراتور في الصباح ويدير هذا ولكن ماشي بحال المرأة، ماشي بحال المرأة، المرأة كتبقى مرأة مرأة، وحنا ملي كتكون أنا ما نقدرش تكون عائلتي ونخليها ما نوجدهمش الكوزينة وما نوجدهمش وما نصوب لهمش، أنا ضميري إنبني مادام أنا تزوج هما مسؤولين مني، أنا كنقول ماشي أنا عندي بنت وولد، أنا ولد هو راجلي تا هو وليدي. عرفت انا كنخوف، انا كنخوف والله ولدي صافي، بنتي كتقول عليا كتقول لي فين هو ولدك، تا هو صافي الناس في المراه كتكون وما كيقدروش يتخلاو عليك. دابا انا غادي نمشي نسافر مع خويا عند واحد مرت خويا جايه من المغرب غتشوف بنتها كتقرا في النوحين تاع باغي، بغيت نمشي نشوفها، غتجي هي وليداتها جوج وغادي نمشي نهار الجمعه، وراه كيخمم غنمشي غير يومين، غير يومين الجمعه والسبت والحد نجي. الراجل صافي راه 23 سنه ملي كتكوني انت يدي انت رجلي، وعمرني ما ندمت لانني كنادي الواجب ديالي، انا ربت انا يا يعني انا الام انا الزوجه. كاين شي حوايج بزاف كيديرهم الراجل بزاف كيدير، ولكن الدور ديالي كامراه كنطيب كنوجد كنفرحهم، ندير لهم كيكه، ندير لهم البغرير، ندير لهم الكسكسو، ندير لهم هادي كنفرحهم، وعندنا الاجر منين حنا نوليو عيش حياتك ديري. انا شختي كاع تزوجتي انت كاع تزوجي وعيش حياتك انت وراجلك، حنا تزوجنا اجانب عادات مختلفه وكل شيء مختلف، وحاولنا اننا نسايروا ونمشيوا بالتي هي احسن، كتوري الحاجه الزوينه اللي فيك وكتزيدوا القدام. بقى انا خمس شهور ندور ندوري قاطع خمس شهور، علاش غادي نجيب انا داك البيبي تفرق على با؟ علاش راه ما شوف لابيسين ولا ما داكش ما داكش لابيسين؟ ايوا غندبسوا حنا لا لابيسين، واش عباد الله غادي نوضوا حنا نفرقوا واحد الميثاق غليظ وكاين واحد البيبي كاين وليدات على لابيسين؟ حنا بعقلنا، حنا بعقلنا وكنفكروا بعقلنا، والحمد لله بنتي عندها 20 عام كتفكر نفس التفكير ديالي. الاسره مقدسه والولاد مقدسين، والله الا كتفكر في نفس التفكير ديالي، لان ربيت على هاد التربيه هذه. الزواج الحياه كلها خاصها صبر، كلها خاصها صبر، لكن هادو عالم تاني انا كنشوفو. واش هما اللي فيهم المشكله؟ اكيد حنا ما فيناش المشكله، اكيد لا، اكيد اكيد ما فيناش حنا المشكله، هما اللي فيهم المشكله. منين كتعطيهم نصائح والناس ولي كومونتير معاها، هذيك راه ماشي مؤثره، هذيك راه مدمره كتدمركم. حتى وحده ما غتبقى مزوجه، حتى وحده ما غادي تخلي الوليدات يعيشوا في واحد الجو اسري مع الاب والام. اي لك الاب كيسكر ولا كيدير شي حاجه خطيره اللي ما يستحاله العيشه، لكن خمس شهور غير كافيه، خمس شهور غير كافيه باش نقول بان هذا الزواج فاشل وانه هو توكسيك. وامتي انت اديتي الواجبات ديالك بعدا بنتي، اديتي انت الواجبات ديالك ما اديتيهاش، انت ما اديتيهاش، انت واحد الانسانه مدوده ما كتبغي تقضي، ماشي اكتيف. شتي راه عرفتي اش دابا هي كتنوض كتبقى غير ديري، عرفتي داك الكسل، عرفتي الواحد شوف قسما بالله فوقاش كتنوض الرباله، فوقاش كتنوض قولي لهم فوقاش كتنوض، راه جا اكتئاب. راه الواحد الا ما تحركش ومشى قدام موجه ومشى وتحرك في دارو ونض وجد الماكله وفرح الزوج ديالو، وكانت توجد واحد الماكله وتعير راجلها تتيجي والطبيب لا موجوده، والله القسم قال لك شوف الذي يؤخذ بالسلم لا يؤخذ بالحرب. والله المراه الحلحاله غلبت المراه السحاره، والله دير باي بداك الراجل باي حاجه بغاتها ديرها بداك الراجل، وكان غير باللسان ديالها وبالمعامله ديالها. هي السيده داني لا بيسين او كتعطيني داني لا ستوره، الحياه ديال ستوره ولا بيسين وهي هي، شنو علاش هاد الشيء؟ خيالين ترابي خيالين ترابي، كنقول لك ما عندهم لا اخلاق ولا ذمه ولا كيبيعوا كل شيء، كيبيعوا كل شيء كيتباع شكيتبا روبالا روبالا. دابا انتيا شوفي هي صغر منك فلاج، هي غا 19 عام، وهي شوف كتنوض هي حتى الخمسه ديال العشيه فهمتي، وعندها غير راجل واحد
غير واحد، يعني تقدر هي تطيب وما خداماش. وفي المغرب ماشي في بلاد المهجر اللي يعني عارف الريتم ديال بلاد المهجر كي داير، بنادم مغرب وستريس وهادي، وهي في وسط المغرب وبين عائلتها وما كطيبش بيضة بمطيشها، وصغر منك وانت كبر منها وتخدمي فول تايم، هذيك طون بلان راني فاهم، على الاقل 8 سوايع في النهار، 8 سوايع وحتى 10 سوايع، انا نقول بنت وغتجي عيان الدراري وخصك وكبرت بنت تدوجي. الدراري وما نحتاجش الراجل ونمشي عندي داري بسميتي انا وبطوموبيلتي وبخدمتي وبحكي انا ما مطيبه ونمشي نجلس انا نجلس يلا بعيد مني. ولكن لا ما يمكنش ملي كان داك الزواج راه رباط مقدس راه ما يمكنش. وبنتي كبرات صافي راه ما محتاجاش، ماشي هي بيبي مازال عاد غيتزاد محتاج الحنان ومحتاج سميتو محتاج، لكن رباط غليظ راه ما يمكنناش نكسروه غير هكاك بأتفه الأسباب. وهاد القضية هادي ديال كما بعد قلت أنا الشركة، أكبر منها، أنا نولدها وعندي خدمة خدامة ياكا ونطيب ونجم وهنديروا الحوايج في الماكينه ونصبن ونطوي ونحددو راه ماشي سهله. وتعاد شنيتي كأم الخرشة في الفاشية، أم الخرشة في الفاشية هذه اللي كتروج راسها عطاو أنها الكلمة كطيب، أنها عطاو كطيب، الكلمة مازال ما كنت أنا، أوه تفضل مشكل، تفضل لأن أنت كتبقى معانا أيوة ماشي مرحبا بك مشكل، أيوة ماشي لأن مشكل، أمونا كطيح. السي وشوفي أنا راه ما لا كنتش أمونا طيب، معانا لا أمونا عاد غادي ندوزو للسي أمير أعطيني غير لا جوج دقايق، يسلمونا. أعطيني غير جوج مرحبا دقايق، بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا معانا السي أمير لا أمونا يلا سير لا نعم لا الهبالة مرحبا الحبيبة ديالي مرحبا ترحب بك الجنة. السلام عليكم. انت عندك الدار بلا كوزينة ولا بالكوزينة؟ لا اختي عندي بالكوزينة وعندي 6 العيال تبارك الله وصلى على النبي. الحبيبة ديالي الله يحفظهم لك ويخليهم لك تشوفهم هما بغيت عندي الكبار الكبير تبارك الله وصلت الكبير تبارك الله وصلوا عن بمهندس والبنيته على برا كتقرا واللي باقي تبارك معايا الله تبارك الله. شوف 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 شو يا شوفوا عباد الله العيالات الحره شوفوا هادو كيف فرحوني بحال هاد العيالات مقابله مشروع ديالي مقابله مشروع ديالي مقابله الوالده مريضه مقابله داري مقابله كل شيء تبارك الله عليك النساء ها هما النساء الحرات الضاصره. انت كتجلسي تحلي لايف حرز عليك فلوس اليوتيوب حرز عليك باش تقولي انا مره حره حرز عليك فلوس اليوتيوب باهين بدواوة وعايشين في المغرب ما عايشينش في اوروبا وتبارك الله ماشي ربيناهم وترى كل حبيب الحمد لله مرضيان وش نقول لك نتمناهم كل واحد ماشي حيت وليداتي ولكن الحمد لله بالشهادات الاساتذه ديالهم وبالناس اللي كيعرفوهم الحمد لله تبارك الله ولكن الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يخليك بنيتك ويخلي لكم وليداتكم كاملين. وكنت قدام الجمهور راجل على لابيسين قولي احنا ما كنسولوش مني ما كندركش فين فين كندرك فين كندرك ما كندركش تبارك الله مع وكنت كتكذب على الريستورات وعلى السوشي واش نقول لك راه كلشي كيجي بالتفاهم وهذوك ملي كيشوف سته وهذوك سته ما قاسلكش كرسك وبيتها انا والله ما دار عليا ولد الحرام اللي بتجيكي والله ولد الحرام اللي بتجيكي انا اللي بامي الشيل لا الحمد لله عشنا مزيان وعرفتي جوج حالي ديال الزواج راه علينا 30 عام الزواج تبارك الله ماشي نهار ولا زوج راه تبارك الله علينا 30 عام. السلام عليكم. الله يخليكم لبعضياتكم الله يخليكم لبعضياتكم. انا قلت لك تبارك الله الكبير راه عنده 25 وداخل 26 عام راه عندي مهندس تبارك الله في كازا تبارك الله لاله تبارك الله. دابا كي جات هاد العره وهاد البنت هادو خصهم الحبس خصهم الحبس خصهم الحبس كاملين بهم والله الحبس الحبس لان الناس ما كتحبش. وكي جاتك النصائح اللي كتعطيهم النشيئه هاد البنت هادي
كتقول لهم سلكوا رجالاتكم، كتقول لهم عيشوا حياتكم، ولي دار لكم غير شي حاجه الا قال لك اليوم قولي له تصب. وقتل القط ماعرفش كيقولوا لها كاع هذيك. واش الصوت مشى؟ كنسمعوك الروبيلا ما كنبقيناش كنسمع امونا. امونا الصوت اللي مشى بقيناش كنسمعوا والو. غادي ندوزو لسي امير كنظن الصوت مشى. خساره مع لاله امونا. الو على امونا ما كنسمعوا والو. سي امير خذ الكلمه تبركات تهضر وحنا ما كنسمعوهاش. هيا آه الحباب ديالي من تحاضر؟ من كتعطينا المحاضره؟ الا جيت انا سمعتها ولا تغطلق عمكم ميشيل. اهلا السلام عليكم. مرحبا بك زهره. تحيه كبيره لفتح الشابون سي امين اشطاري. تحيه كبيره لايمان. تحيه كبيره للحضور الكريم. تحياتي سي امين. شخبارك؟ الحمد لله اللهم الحمد. الحمد لله نشكروه. وتحيه كبيره للاخت بشرى التطوانيه وكنزع الكلمه ديالتهم اكيد عجبني المداخلات ديالهم ما شاء الله. وتحيه كاع للحضور اللي كان. تحيه خاصه لخونا الشهامه. اولا باش نبداو عندي بزاف النقاط. من النقطه الاولى غنبداو بزيزو زهير. زهير الا كنتو كتسناو الشكايات وكتسناو داكشي غير كتكتبوا على راسكم اولا، هذه حاجه طبيعيه بلا ما تغروا راسكم غيكونوا شي. زهير قدام يسرى ضعيف بزاف، هذا خصنا نتقبلوا هذا الامر وتا هو خصو يتقبلوا. هذه الحقيقه. زهير من النوع اللي غيبدا يغني لها بعيوني انت الضوء بقلبي سابقى اهواكي، ولجروحي انت الدواء وكان عمري لن انساك، تمر الايام وانتظر صوتك، وتمر الايام واتمنى نظره من عيونك الساحرتين، ويمر العمر وأنا أحبك، يكفي أن يحبك يحبك قلب واحد لكي يعيش، فإذا أحبك مليون مليون واحد فأنا منهم. هذا هو اللي غيبقى يغني لها زهير فقط، انتظروا منه حتى شي حاجة. أوكي اليوم كنشوفوا الخرجات ديولها اليوم والبارح والبارح وكذا. خرجات وقصف جو أرض، كتقصفه هو وفي نفس الوقت كتقصف الذكور جميعا رجال، وكتقصف المرأة. كلنا الرجال، كلنا الذكور، كلنا الرجال. أنا كنضمن معكم أكيد على الضفرة. أكيد أنا كتقصف معكم. كتقصف أوكي، كتقصف الجميع، كتقصف الجميع بطريقة غير مباشرة. كتقصف المرأة كذلك، لأن قصفها للمرأة وهو أنها بغات تسر علينا واحد الفئة اللي باغين يتحروا. واكيد هادشي كنلمسوه في المتابعات اللي كيتابعوها والتعاليق ديالهم. البعض منهم راه متزوج وعنده وليدات. كنتمنى من قلبي الخالص ان وليداتكم هادوك اللي كتشجعوها وليداتكم يخرجوا بحالها ان شاء الله، باش نشوفكم واحد النهار كتشكاو وكتقولوا خرجت لينا على بنياتنا وعلى وليداتنا. واللي ما مزوجاتش فيكم الله يعطيكم ان شاء الله ازواج بحال بوكريشه وقيلوش، جوج انواع ان شاء الله. هذه هي الحقيقه باش تعرفوا ما هي الحياه. حنا ما نسبوكم ما نقذفوكم ما ننتقدوكم، حنا ندعيو لكم بالخير وهذا خير. ياك هي كتعجبكم كتشجعوها وكتقولوا صغيره ومظلومه وان شاء الله تريكسكم تخرج بحالها، فقط باش تراجعوا اوراقكم وتدخلوا تنصحوها ماشي تشجعوها. سي امير طلب باش حنا نقولوا امين. يا ربي اللي كيشجعها يعطيه بنيه بحالها. هذاك الشيء اللي كنقولته انا يا ربي بحالها. يا ربي امين. ما حنا ما نسبوهم ما نقذفوهم ما نقولوا لهم حتى شي حاجه. انا كنتمنى الله سبحانه وتعالى يسهل عليكم بوليدات بحال هذيك السيده فقط، ويديروا لكم ان شاء الله اكثر اكثر. هي سبت ما في المواقع، هذوك الوليدات غيسبوكم في الواقع
في الواقع، هذه الحقيقة. باش تعرفوا اشنو هي الإساءة للمجتمع، لأن مادام هي عندها تشجيع فأكيد غتبقى طاغية. هذه وحدة. حنا كنعرفوا بأن زهير من خلال خرجاته الأخيرة عرفنا الشخصية ديالته، عرفناه. زهير أنا نجيك من الأخر، أنت كتعامل مع واحد السيدة اللي وصفت من بين النساء لكن الشيطان يكفيه ساعات ليخدع رجل أو امرأة، فهاد السيدة يمكنها في نص ساعة ديال لايف تخدع عشرات الشياطين. وهاد السيدة إلا فكرات بعقلها فإنها تكتفكر باش آدي. هذه حقيقة، حقيقة. والمرأة ديالك محتاجة ثلاثة أنواع ديال الرجال. إلا فيك هاد النوع أكيد راه غادي تبقى معاها بخير وعلى خير. خاصة واحد اللي غيدفع عليها مصاريفها ويهزها ويدفع عليها الديون ديالها وكل شيء، وخاصها واحد باش يبغيها ويدلعها ويبوس لها الكريشة ديالتها ويبوس البيبي في كرشها، كي الأفلام اللي متأثرة بهم تركيا والمسلسلات التركية، وخاصها واحد اللي يبقى يخلي دار عشة، حيت هذه هي هذا النوع ديال هذيك السيدة. إذا فيق ودافع على الكرامة ديالك كرجل، وبارك ما تطيح الدل على الرجال الطيح. أيوة كتمثل غير نفسك، ما كتمثلناش حنا، كتمثل غير نفسك. سمعتي اش قالت لك؟ قالت لك ما كاينش طلاق اتفاقي، كاين الشقاق، لانها ما بغاتش تلاقى وجهك، وانت باقي كتمسكن في اللايفات ولا في الفيديوهات كتمسكن على امل ان قلبها يحن من جهتك. لا انا غنجيك دابا من الاخر، وانت دارتك برنامج بروغرام عندها في حياتها، غدوز واحد الفتره وتلاع وراك غادي في الخسران. دارتك باش غادي تاخد اكت مارياج ابري اكت ديفورس، ثم تكون انسانت وغتولد منك وغتنتقم منك. هذه الحقيقة. والانتقام هادو كاينين نوع ديال النساء ولا ديال الشابات اللي كتكون عندهم فكرة الانتقام. انا غنجيك نقول لك علاش زهير، لان باها ماشي راجل، وهي باقي ما عرفتش شكون هو الراجل الحقيقي. إذن كيكونوا كينتقموا، عندها عقدة من الرجال، لأن البنت هتك عرضها واغتصبت طفولتها، هي حاقدة على صنف معين من الرجال. إذا أنت، حيت أنا ما عمري غنتيقك كاش كتقول لي 100%، لأن يعلم الله ما بين الرجل ولا امرأة. أنا ما كنتش معكم شنو كنت كديروا في بيت النعاس ملي كطفيو الضوء وكتشعلوا ديك اللمبة الحمراء، حنا ما كناش معكم. يعني أنت تقدر تقول هي هضرة وهي تقول هضرة. حنا ما كناش معكم ملي كنتي كتجيب القفة وكتدخل عليها المصروف واللي كان كيصرف. حنا ما شفنا والو، لأن هي اللي بانت بأنها كتصرف، وخا أنت اللي كتصرف أنت خلاتك توش. ديما أنت واحد البورتكلي في حياتها. اليوم فاش تفرقات معاك فهي واخدة قرار، يتقبل ذاك القرار وترجل وتكون نيت هو، هي تبقى تابع الهوى وتابع البكاء. راه المتابع راه يبقى يبكي معاك يبكي معاك يبكي معاك، وحد النار غيبقى يضحك عليك. إذا فاق وعيق شفيق، وهذه رسالتي ليك، وما غنزيدكش كثر هنا، غنحبس معاك هنا باش ما نزيدكش كثر، ما نألمكش كثر. وللحديث باقية، حنا غنشوفوا تصرفاتك وغنشوفوا فيديوهاتك. نكتي غتلعب علينا لعبة الأدسنس أنت، وفي الأخر ترجع أنت وياها ولا تمشي تبوس لها رجليها وترجع لها، فأكيد راه طيح الدل على نفسك أنت ماشي علينا حنا، ولك الاختيار والله يسهل لك. هذه رسالتي لي. حنا كنعرفوا بأن الإسلام كرم المرأة، الله سبحانه وتعالى كرم المرأة، الإسلام كرم المرأة، والإسلام أعطى المرأة اهتمام كبير. هذه حقيقة، لأنه التكريم ديالها والاعتزاز بها. المرأة في الإسلام راه هي الأم، هي الأخت، هي العمة، الخالة، الإبنة، الزوجة، الجدة. هذه هي المرأة، هي الشريكة ديالنا في حياتنا، شريكة الرجل في الحياة ديالو، كتحمل معه جميع المسؤوليات، ولكن خصو يكون قد المسؤولية القوامة للرجل.
كيفما كان الحال من المفروض الراجل خصو يضرب تماره ويخدم بحال الفاس يحفر بحال الفاس ما فيها باس الا كانت ديك الزوجه كتخدم حتى هي وكتعاون مع راجلها. الاراده سي امير قال لك الا رجعي غادي يجيبوا هذه المره غيت وزيدوا على غيت. ايوا ما عندنا ما نديروا هذا الشيء اللي غادي يكونوا باش نجيكم من الاخر باش نكونوا اليوم راه قطرنا له شويه وغدا غنزيدوا شويه وبعد غدا شويه تنشوفوا فين غتخرج هذا لان الحق باش نقول له زهير راك لقيتي ناس اللي ساندوك اكثر من عائلتك باش ما تمشيش غاد لقيتي ناس ساندوك اكثر من عائلتك لقيتي الاخت الشهامه الاخت فاطمه الزهراء الربله حسن مصلعه لقيتي اخت خفيف وظريف لقيتي المتابعين ديالهم مساندينك اكثر من عائلتك اذا كون عند حسن الظن ديالهم وما تحشمش بهم هذه الحقيقه لان ملي غيوصل السيل والزوبه راه اكيد كل واحد غتكون عنده نظره كما قلت لكم المراه شريكه الرجل في الحياه ديالو تحمل المسؤوليات لان الله سبحانه وتعالى اعطاها مهمه وهي مهمه الاستخلاف في الارض هي اللي كتولد باش يكون الاستخلاف في الارض وتربي الوليدات وتعطينا واحد الناشئه سويه اذا هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى الا اللي بغات تدل راسها اللي بغات تطيح راسها في الوحل هاد البريشات بحال هاد السلسطايل الدسره هاد البريشات راه صايت لهم البرد في راسهم كيسحب راسهم الحياه هي التحرر هي العرى هي الفلوس هي تاكل برا هي تنعس تنوض معطله هي الخماش اغلبيه باش ما يغريكمش شي واحد يقول لكم بحال هذا النوع راه مخموجات نجيكم من الاخر مخموجات معفونات هذه حقيقه بلا ما نضرقوا الشمس بالغربه المراه الحادقه هي اللي كتكون ملي كدوز من حدا دارها كتشم الريحه تبارك الله ديال المنطفات وكتشم كذا وملي كتخرج المراه الحادقه كاع حتى برا واخا كتكون لابسه لباس عادي والله ربي كيعطيها واحد الجمال في وجهها كيعطيها واحد النور في الوجه ديالها هاد المخموجات هادو كيعياو ما يطلعوا في السونطوفير وفي شارلي وداك لي بودغ وداك فرجوات ودوك لي كريم وديك الروينه كيبانوا غير مونيكات فقط بوبيات بحال اللي دايرين عرض الازياء في فيترينات بحال اللي كاينين في هولندا راه كاين شي احياء في هولندا راه كاين فيترينات ديال الفتيات ديال الليل وداك الشيء معروفه هاد القضيه فهمتوا هادو هما اللي كيبانوا باش نكونوا حقانيين شوف نقول لكم واحد القضيه اعظم امراه هي اللي قالت قلتها ورضي الله عنها امنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لامنت به حين كفر الناس وصدقاته حين ملي كذبوه الناس وساندته بمالها ملي حرموه الناس هذه هي الحقيقة هذه هي أعظم امرأة أما هاد الخشبيشات هادو اللي طالعين هادو غير اللي كيتقال حقهم حسنوات عربيدات فارغين لا شيء لا زين لا مجيب كري لا زين لا مجيب كري هذه هي الحقيقة باش ما نبقاو نضحكوا على راسنا هذه بغات تطبع علينا مع شي حوايج اللي حنا فعلا والله نتأسف وكنطلبوا المشرع المغربي انه يدير قوانين باش يحيد علينا التيك توك اللي اليوم كنشوفوا والله بنات كيتعراو كيبيعوا لحمهم تما المكبوتين وهذه حقيقه يؤلمنا هذا خصوصا ان امير المؤمنين ملكنا الحبيب قال ما يمكنش يحرم ما حلل الله ويحلل ما حرم الله هذه كانت رسالة قوية للمشرع المغربي اللي كنتمنوكم تكونوا عند حسن الظن ديال إمارة المؤمنين وحسن الظن ديال المغاربة اليوم ولينا كنشوفوا التطبيع المباشر التطبيع مع المثلية التطبيع مع هذه الجرائم ديال الميديا
تطبيع مع دي الأشباه النساء اللي كيخرجوا يشوهونا، تطبيع مع دي الأشباه الرجال اللي تمولوا كيطلعوا التيك توك ويقولك هو بنانا، هذا رجل تعتمد عليه. زهير ما بغيتش تكون بحال هذا والله، لأن دعموك هاد الإخوان ما بغيتش نقصح معك. هذا ما كيعجبنيش الرجل الرطب، الرجل خصو يكون حرش، يكون رومانسي داخل بيته، ويكون هادئ داخل بيته، ويكون حل في غرفة النوم، لأن كتسنى مهمة الإنجاب، مهمة المعاشرة الزوجية الحياة الطبيعية. ولكن برا خصوصا في المواقع أو برا يكون حرش، يكون ولد الوقت، يكون فأس. وبغيناك تكون هكا زهير، هما لك كنتي غير طيطب ما علينا، غنبقاو نجيبو لك فازلين وندخلو عندك اللايف بحال بحال شنيتي كان نيت ولا بحال البقا نيشان. هذه حقيقه، اذا فيق وعيق. اما بالنسبه لمسخوطه الوالدين، انتيا والله لا حياتك عذاب، تحبي راسك راكي سعيده وكتمثلي علينا السعاده، لا عينيك كيقولوا بانك انت اتعس امراه في الكون، انت احزن امراه في الكون. بلا ما تكذبي علينا، كتكذبي على روحك وكاذبه الكذبه ومصدقاها. حبيبه ابيها اكيد لا اقصد شيء اخر، ما كنقصد حتى حاجه اخرى، حيت كاينين داو السطح كيصحابوك انا لا والو، شي ديك زينه المحارم انا ما مامنش بها وفيها البراءه. كنقول حبيبه ابيها انها ديما كلمه بابا بابا بابا، قال لي بابا، دار لي بابا، فعل لي بابا، ترك لي بابا، كذا بابا كذا. علاش؟ علاش؟ لان كتشوف باباها بحال المراه، ما كتشوفش باباها راجل، ما كتشوفش باباها كقدوة للرجال، كتشوف باباها بيت. والصوت مشى، الصوت مشى له هو. شتي ملي كيهضر الواحد كيمشي الصوت. نزلون طبعا. أمين أمير برا أمير أمير وطال المايك وطال المايك. لا لا مفتوح المايك. مايك مفتوح. على ما يطلع السي امير، شكون اللي باغي يقول شي كلمه على ما يطلع، ولا نديرو فاصل اشهاري على ما يطلع، نديرو فاصل. كمل كمل، مرحبا، كمل 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 السي امير على ما يطلع، كمل. لا هو شوف المهم احنا داخلين على، انا عارف اش باغي دير، انا عارف اش باغي دير. دابا راه غادي تجي ادير لكم السبع ودير لكم بيبي شاور، ومن بعد غتمشي تقول لكم النفقه ما بغاش يخلص على ولدو، كلشي هادو فيديوهات ولايفات غيديروا. غتجي تقول لكم النفقه، النفقه ما بغاش يخلص على ولدو، اليوم شفت باين ولدي، شوفوا ولدي مسكين. من بعد كيكبر بوحدو بلا اب، حيت اب ديالو ما مزيانش. هذا هي الخطه ديالها. ثم غادي تجي غتبدا تقصف امها، غادي تقصف امها كيفاش. انا تقول لكم شوفوا انا عندي الحنان، انا هي الام الحقيقيه. دي شارجه ديال التليفون سمحوا لي. هاكا انا قطع، وهاو هاد الشارجه كاع باش تسدو في الشارج ولا كاين قطع. المهم المهم باش ما نطولش، الرساله راه واضحه للعقلاء. انا اليوم ما غنلومهاش هي 100%، غنلوم اللي كيشجعها واللي كيصفق ليها باش تهين اكثر واكثر المجتمع ديالنا. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. عندها متابعين، عندها جمهور تافه. مادام كاين الجمهور التافه فانتظروا الغرائب والعجائب. هذه الأسرة والله أسرة الشؤم على مجتمعنا حقيقة. احنا عطيناهم يمكن أكثر من اللي كيستحقوه، ولكن للضرورة أحكام. أننا كيستفزونا خرجتهم كلامهم انهم كيبغيو يمثلوا مجتمعنا على اساس هما اسره مغربيه اصيله
ولكن كنقول لهم حاشا ولله أنكم كتمثلوا شي فئة من المجتمع، لهذا مكانكم هو مزبلة اليوتيوب فقط، وخلينا لكم دوك التافهين اللي كيشجعوكم خليناهم لكم، ونتمنى واحد النهار هذوك التافهين يفيقوا ويكونوا هما المنتقدين لكم، اللي غنكونوا حنا شدينا موضوع اخر ولا شدينا قضيه اللي تقدر تكون اكثر مفيده لمجتمعنا ولقيمنا، ونخليو فيها واحد التوجيه لصالح شبابنا وشاباتنا، ورساله للشباب والشابات المقبلين على الزواج. الزواج فهو ميثاق غليظ، الزواج هو المودة والرحمة، هو النية، الاقتناع، الصدق، الثقة، الصبر. الزواج هو التكافل والتضامن، الزواج هو شراكة، هو الحوار، الزواج هو التعاون. لأن السعادة احنا اللي كنخلقوها، السعادة ما كتشراش، وما عمرت تخليو مفتاح السعادة ديالكم بيد شي واحد، ديما سعادتكم كون بيدكم، لأن لك أنت ساعدتكم بيد شي واحد. كما وقع لزهير، يمكن في واحد اللحظة فاش رجع ليها من بعد ما كانوا غيتفارقوا، يمكن جعل المفتاح ديال السعادة ديالو بيديها لأجل أسباب أنا أجهلها. لذلك فهو دابا غادي يعيش تعيس، ولكن تقدر هالتعاسة تكون مفتاح لبداية حياة جديدة، يمكن يكفر فيها على أغلاطه، على خرجاته، على كل ما اساء به لنفسه. هذه الحقيقه. واش نوضن من اللي يتزوج بها؟ شنو ظن زعما انه شوف انا ما نقدر. شوف امين، انا نقول انا نتفاعل معاك دابا في المداخله. لا يكذب عليك الكذاب يقول لك واش كي واحد كيعرف اشنو في عقل شي واحد، وانا ما كنثقش في هادشي ديال المواقع. واخا يقول لي اللي قال لي هو، واخا تقول لي قالت هي، ولكن هو نسولكم واحد السؤال دابا. يعني الزواج النية خصها تكون نية خالصة للزواج، اكيد دابا هما الزوج النية واش كانت خالصة للزواج ولا كانوا غير باش يجيبوا ديك الورقة؟ هي كتقول لي هاد السريعة غادي ديك الورقة، وهو بغى ياخذ مدة سجنية اقل. يعني حنا ما كاينش النية. شوفي داكشي اللي بغيت نجاوب دابا امين، والله حيدتي عليا من فمي داكشي بغيت نجاوب. بغيت نقول له ما كيعلم الله، ما الله اللي كيعلم ما في القلوب، واكيد ما كنعلموش حنا شنو في عقل بنادم، ولكن من خلال المواقع. هي شوفتي فيهاش قالت بالحرب، قالت ليها واش انت مقتنع بهذا الزواج؟ قالت لها لا، شكون اللي غيقتنع بحال هذا الزواج؟ هنا كان الجواب صريح، ان ما كايناش النيه للزواج، بان دارت الزواج لاجل انها تخفف عليه هذيك القضيه اللي كانت عنده في المحكمه، لان هي عارفه ضحيه ديالها، عارفه هي عارفه ضحيه ديالها، فهمتوني؟ حيت انا نقول لكم علاش، لا غيقولوا لي شي وحدين هو بيدوفيل، هو مشى مع بنت صغيره، اكيد انا ما غنقول لكمش لا، ولكن لا، راه كاينين حتى شي برهوشات راه كيطيروا من المقله، الدود نوعان، هما كيمشيو يتلاحوا على مضمالين الماكياج، ومالين لي بارفان، ومالين هادشي. شوف هادشي راه كنشوفوه بلا ما يكذب علينا شي واحد. كيمشيو شوف انا نجيكم واحد القضيه، انا شفت لقطات شفتهم في شوف انا شفت لقطات في موازين، نقول لك في موازين صافي شي 8 سنين دابا ولا ما ولا نافون، انا شفت لقطات برو بلا داعي لذكر ذاك المغني، بروشات عندهم 16-17 عام كيمشيو كيتلاحوا على المغني، وهما اللي كيقربوا لابوش ديالهم من لابوش ديالو. يلا هذا صراحه انا شفت في البرنابيو في الاخر سميتو في واحد الماتش ديال الاخر سميتو ديال البارسا، انا شفت بروشات كيتلاحوا، يعني ماشي مغربيات بالضبط ولا عربيات وقوريات وكذا وكذا، كيتلاحوا على باقين صغار 16-15-17 كيتلاحوا على 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 لي جواخ، هما كيتلاحوا وداو ولعبوا، فهمتي؟ ساسا هما كيتراماو. انا نقول لكم واحد الحاجه السي امير والسي امين واللي فتح جابوه دابا، انا نقولها لكم دابا بلاتي، ودابا هذا قانون في العالم. يعني مثلا البنت على 13 او تتكون طفله مثلا، ولكن ملي كتكون البنت بالغه، كتكون بالغه مثلا و16 عام، راها كتميز، يعني راها كتميز 16 عام، كتكون كتميز. صافي القانون راه كتختلف،
دابا غينا كنهضر على الشريعه الاسلاميه على الله، يعني القانون الالهي، هذا قانون موضوعي اللي داروا الانسان، يعني القانون اي واحد غيمشي لبنت 16 عام 17 عام كيتسمى تغرير بقاصر، هذا قانون ديال الانسان. ولكن القانون ديال الشريعه الاسلاميه والله سبحانه وتعالى، واش هاد مولات اللي بلغات اللي كتكون بالغه، واش كيكون عندها نفس الذنب كتكون زانيه وهو زاني، ربي كيعطيو نفس الذنب ولا الله سبحانه وتعالى يقول انت مازال راه بالغه، حق عليها الصيام. حق عليها الصيام، حق عليها الصيام. شوف لالا حمزه، حق عليها الصيام، حق عليها الصيام. والله ما يعني كنسميها زانيه، كيسمى يعني القانون انها بالغه راه زانيه، هذا هو المصطلح. لان ماشي غصبان، شوفي انت ماشي غصبان، كانها امراه بالغه وصل 20 عام ولا 30 عام نفس الشيء. هنايا دابا حنا ما كنهضروش على القانون اللي دايره والانسان، لا كنهضروا على القانون الالهي. الالهي تماما، يعني بحال زانية زاني، بما انها راه بالغه 17 عام راه بالغه كانت، يعني انها زانيه، هي زانيه نفس الذنب، زانيه وزاني، درتي ذنب هو ذنب، والله تواسيه هنا في القانون اللي داروا الانسان اللي دابا تقول هو اللي مشى معايا هو اللي دار داك الشيء مالي انا دخلته للحبس غا هكاك، راه انت قدام الله راكي زانيه، قدام أختي الله قدام عندها ذنب، هي تلونت عليه، هي غراتو واخا قصير راه غراتو، فهمتي؟ ولكن ولكن هذا الشيء اللي كتقولي الربله حنا ما غنمشوش. شوف 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 الاغراء، شوف اخي امين الاغراء، ولكن كانت استجابه من عنده. شوف كاين الاغراء والاستجابه من عنده، كلهم عندهم نفس الذنب، الا الوحيده اللي ما عندهاش الذنب انا نقول لك نيشان، هي اللي كتكون غاديه مسكينه في الشارع، في الشارع وكيختطفوها وكيديروا فيها ما بغات، هذيك معفيه من الزنا، هذيك ماشي ما كتاخذش عقوق، هذيك بالعكس ربي ربي كينصفها، هي مع الله. سمعي يا الضاسره، انت مع الله بنيدم لك كتيب هنا وكتيب هنا وكتقيدوا عليك انت زانيه، خلينا عليك القانون الموضعي اللي كيوضعوا البشر، ومالهاش معاه الاسلاميه. ايه هو اللي طاح في الشبكه، انا صغيره قالت له انا صغيره، انت مع الله ما صغيراش، انت زانيه زانيه. شوف هذا الشيء دابا ديال دابا قلت القانون الوضعي خاصك تشوف فيه حتى الزاويه ديال العلم الروباله، لان حتى البوليسي دابا في امريكان وفي كندا ولا حتى مين كيعتقل داك اللي كيكون مع يعني اللي كيكون مع الاولاد الصغار البدايه البوليسي مرحبا ما كيكون كيوصل يعني ما كيبقاش يتطور مور 18 عام، العلم قال هكا، الدماغ ديال الانسان سواء كنت ذكر او انثى ما كيبقاش يتطور مور 18 عام، صافي كيوقع الرشد. فلذلك كاين داك ميثاق حقوق الانسان 1948، هذا الشيء مجمع عليه في العالم كله، المواثيق الكونيه ان ولد مع بنت ما يتزوجوا حتى يكون عندهم 18 عام. دابا هذا الشيء اللي كاين في المغرب دايرين واحد الاستثناء، لا ولكن ما تنساش هو علميا، شوف علميا علاش وصل 18 عام، لان كاين شوف النمو، النمو تبدا لي زورمون نمو داك الشيء، كطلب موافقه القاضي في هاد الحالات إذا كان هاد الولد باغي يتزوجها، ويعني كيعطيه الأوكي وخا هي تحت 18 عام، فهمتي؟ ولكن العلم كيقول أن الدماغ ما كيتطورش مور 18 عام، وهذا هو علاش كتجي ديك التهمة ديال التغرير بقصير، أنك غررتي بها وهي كان دماغها مازال ما تطور باش يعرف بلي أنت راك كتغرر بها. شوف هي وضعت القانون، هي القوانين وضعت والاقتباس ديالها جا من الشرع في الدول الاسلاميه، من الشرع وفي الدول الاخرى راه تاهما عندهم، راه كاين شوف ديانات ديالهم كتاهم يعني هذا، ولكن راه هما خداو مثلا كما كنقولوا النمو ديال الدماغ، البنيه الفيزيولوجيه، بزاف ديال الحوايج، هو كيكون التغرير في القوانين تغرير، ولكن راه التغرير راه فيه وفيه، راه كاين اللي كطيح الانسان في المحظور، راه هذه حقيقه، الانسان في المحظور، لان علاش الشهوه دابا شحال من راجل لقى راسو ضحيه ديال السكرتيره ديالته، كيكون كيبغي مرته كيعزيز عليه مرته ولادو كلشي كيضعف
كتجي السكرتيره ضاربه عليه واحد المينيه ما فهمتيني ضاربه هذا باق باق كتدخل كدات ماصيلو دارو راك حيتي راك كذا ضاربه لك واحد البارفان كيطيح الزرجور من فوق السور داك الراجل كيضعف لان الشيطان ثالثهما واخا قال وزير العدل ديالنا السي وهبي قال لك خاص البطاقه الوطنيه ديال الشيطان باش نعرفوه كاين معاهم هذا فكر خاطئ اكيد لان الشيطان دابا هذا الدين حنا كنتبعوا الدين ديالنا اذا الشيطان ثالثهما داك الراجل كيتغرى كيتغرى كيمشي الشهوه ديالو ملي كيسالي كيقضي الحاجه وكيسالي كيندم راه كاين شحال من راجل راه مشى تزرف وشحال من راجل غير فطرت الولاده دمراتو تزرف حيت المراه مسكينه اول مره التجربه ديالها علاش كنقولوا حيت الراجل خصو يكون عارف شكون هي المراه عادي عادي يدير راه المراه علاش كيقولوا ناقصه دين في العقل ديالهم وفي الدين ديالهم راه ماشي ما عندهمش العقل راه نفس المخ نفس المخيخ والبصره السيسائيه والتكوين ولكن كاين نقص فاش كاين امور اللي كاينه المراه مسكينه راه لي زورمون ديالها ما كيكونوش في الشهر كاملين كامل راه كيكونوا سويين الراجل خصو يعرف شكون هي المراه باش ما يتقلقش منها ويغضب منها وينوي شي حاجه شحال من واحد دابا كتكون المراه كتدلعو ثلاثه السيمانات وهي كتدلعو كتجي واحد السيمانه في الشهر راكو عارفين هذيك المراه مسكينه كتكون النفسيه ديالها تعبانه الراجل اش كيقول وكيقول هذه ما بقاتش كتبغيني هاد السيده تغيرت عليا كاينه شي حاجه كيولي يدخلوا الشك الشيطان مع من كاين كاين مع الشك اذا هنا علاش كنقولوا بنادم يبعد الشك والغيره وداك التخربيق حيدو في الحياه الزوجيه نغير على مراتي بواحد الطريقه اخرى نغير على مراتي انني راه ديالي بوحدي خصني نقتنع مي ما تكونش ديك الغيره اللي غتسلبك الانسانيه لان الا افتقدتي الانسانيه افتقدتي كل شيء لان الشيطان كيحيد لك الانسانيه كيولي كتولي وحش شحال من راجل غلط غير في الولاده الولاده ديك الفتره ديال المراه ملي الله كتولد وكتكتئب فيها عندها اكتئاب من بعد الولاده راه الله يكون في العون ربي اللي عالم بالامها ثم هي كتهتم بداك الرضيع لان ما عندهاش تجربه يلا اول مره غتولد هي كتهتم بالرضيع الراجل كيقول كتهمني هذه المراه ما بقاش كتبغيني يمكن بغات غير الولاد اش كيولي يدير كيولي يعطي راسو للزنقه الا تلاقى مع شي مسخوط الوالدين شي ولد حرام مقطر كيعاود له هادشي اش كيقول له كيقول له واش انت عايش حياتك صافي المراه درتي الولاد واكله شاربه راه في الدار عيش حياتك شوف شوف شو هاد لاطاي شوف الزين ولاطاي وكل شيء كاين وكيبداو كيبداو من القهوه كيبدا يخطر في عويناتو كيدخل في المحضور تما كيتبلى الا طاح مع شي مسخوطه الوالدين عاوتاني اللي غدير معاه جميع الاساليب وغتعطيه كتقول له كلك على بعضك حلو باش تاكل دوك الرزق اللي عنده كيولف شي حوايج كيولف شي حوايج كيولي عنده مشاكل في حياته الزوجيه التلميذات كانوا يغريو المدير وكان هو مشى مع شي وحده وتشد فيها ولكن هادشي كيوقع قانون واضح شتي لو كانت تكون عندها 17 عام و364 يوم باقي لها 24 ساعه باش تقفل 18 عام تحسب عليك قاصر وهذا الشيء في العالم الغربي خير مثال الفاس هذاك المدير اللي فاس شوف المدير اللي فاس خير مثال راه جاب التنازل ديال العائله اللي هذاك ديال شبه راجل هو كرهتهم هذوك بجوج لان تواصلت مع الجمعيه اللي كانت شادهم علاش تنحوتهم علاش حيدتو عاد عاودوا لي الاخر شوف أب مشى جاب تنازل أعطى تنازل على بنته أب وأم عطاو التنازل على حساب السيد اللي هتك العرض ديال بنته مستغلة وداك شي مدير كانت عندها 17 عام ونص رخدة القاضي ما رحموش رغم التنازل أعطاه خمس سنين فات هاد شي وقع فات خمس سنوات راه باقي عندو السنين دابا هادي راه كنعرفوها شنو كتلبس ونعرفوها كيفاش كتماكيي غادي نتصوروا حنا كيفاش مشات عنده راه ضروري راه غراتو حتى هو واخا هي قاصره تحسب قاصر في القانون ولكن دابا امير بغيت نسولك دابا غادي يتكال ليه اتهامات دابا في الاسبوع المقبل غايقولوا ليه انت يا فاشل انت بارد الكتاب انت بارد ما كدير حتى شي حاجه فهمتي وانت قلتي ليه كون حراش كون قوي يعني شنو خصو يدير باش الناس ما تقولوش انت عيان انت ما في يدكش هي واعره تقبل الوضع سي امين خاص دابا شوف ملي كتكون عندك انت مثلا عندك واحد المشكل مثلا في لافي ديالك مشكل خليني من الدار ما نهضروش على الدار مشكل في عملك مشكل في حياتك وقعت لك خاصك تقبل انا نقول لك مثلا شريتي واحد السياره جديده يلا خرجتيها جمعتي واحد العامين وانت كتجمع ولا 3 سنين شريتي واحد السياره بالعشق ديالك جديده هاد السياره التامين ديالك انت ما مامنش توريسك
مأمن مثلا واحد تأمين عادي. انت هاد السيارة كنتي حاطها ويريب واحد الحيط طاح فوق منها هبطها كاملة، ما بقاتش باش تلعب جوي، ما بقاتش. انت اشنو غاد نورمالمون؟ واش غتمشي تنتحر على قبل السيارة تبقى تبكي؟ اشنو غتقول؟ خاصك تقبل الامر بان هاد السيارة هادي انت اللي درتيها، ماشي هي اللي دارتك. بمجهودك، يعني بمجهودك غتقدر دير ما احسن منها، لان ربي نقدك ما كنتيش انت في ديك السياره. يعني خاصك تقبل مشكلتك. هكا زهير اليوم هو امام الامر الواقع، خاصو يتقبل بانه استغل. والسيده من بعد ما سمعت داك الاوديو اللي قال، ومن بعد التخطيط ديالها من الاول انها تزوجات لغرضين باش تنقضوا من عقوبه كبيره في السجن، ومن بعد سمع داك الاوديو سمعته وقبلات عليه وسامحاته، خصو يتقبل دابا بانه استغل، وبان ماشي هي الاولى ولا اللي كاينه في الحياه، ويبدا حياته من جديد ويتقبل الامر. هذه هي الحقيقه. اما الا بقى كيبكي وباغي المتابعين يبقاو يبكيو معاه والقنوات يبكيو معاه ونبقى عليه، مسكين زهير. انا راه عييت، كتبت شي 100 مره داك التعليق، مسكين زهير، مسكين زهير مظلوم، مسكين زهير محقور، وكندير له ديك الموجين ديال البكا. راه عييت، انا عييت صافي، يدي طابت. اذا حنا واش غنبقاو نبكيو؟ لا، اليوم امام امر الواقع، خصو يتقبل الصراحه. هذه هي الحقيقه. لا بغى يعيش مرفوعه الهامتي يعيش، الا بغى يبقى بغى يعيش مدلول الله يعاونو ويعاونو يعيش. ما انا ماشي انا اللي غنعيش حياته، ماشي انا اللي غنعيش الوضع ديالو. اذا اليوم هو بيدو القرار، ياخذ قرار صائب في حياته ويكمل المشوار ديالو، يجاوبها من عاد. شوف في الميديا انا معاه، يجاوبها على داكشي اللي كتقول عليه، هذاك كيبقى حقه حق الرد. ومعاه قنوات راه كتجاوب معاه، راه قنوات ما عندها حتى يعني تدخل في حياتهم، ولكن كتجاوب معاه، راه كيردوا معاه على داكشي القديم ديالها. وهذا اذا اليوم هو قوي بناس ما كيعرفوش شخصيا، وباقي كيتصل بها، باقي كيتصل بها. اذا ما حسمش قرار قوي يتصل بها ولا ما يتصلش. شوف انا قلت له دابا عندك جوج امور، يا تولي حرش يا تولي ملس، حنا اللي علينا نبقاو نجيبوا له زفازلين اللايف صافي، يبقى يدهن حتى هو وشيرلي. معنا ام ريان، ام ريان اهلا وسهلا، الاستاذه ديالنا، وخليوا الكلمه لام ريان. اكيد مرحبا، استمتعوا عاوتاني بالمداخله ديال الاستاذه ديالنا الدكتوره ام رياض. دكتوره ام رياض ما غنقولكش ام نوفل دابا، ام رياض راني عقلت مزيان. ام رياض نوفل مدام روبالة ماشي مشكل ان شاء الله، بعدا نتعرفوا. راكي مازال صغيره وراكي نيت بمعنى الكلمه، تستحقي تجيبي لنا نوفل وتجيبي لنا اللي بغيتي. الله يخلي لك رياض. امين امين امين، خليكم وليداتكم يا ربي ويرزقكم رياض. الله يخليكم لالا الكامله الخضاري، هي معانا. الله يحفظها وينجيها ويحفظها يا ربي، ويخلي لها صحتها والساده ديالنا كذلك لالا كامله. بما انك انت يا دكتوره كطيبي عندك الكوزينه في الدار، وانا حتى ندير لك الكاميرا. انا كنطيب. هاي ماما شهديك، ماما طلعي وشهدي، قولي لي انا بالضبط. ايوا راه الدسره قالت ما تطيبوا، قالت لنا ما تطيبوا ما ديروا والو. لا غير حيدوا الكوزينات لالا فاطمه الزهراء، حيدوا احنا معاكم، ها حيدوا الكوزينات كاع صافي. السي امير ومدام فاطمه الزهراء، انا راه الحمد لله واحد التغيير ايجابي في حياتي. انا ما كنجيبش كاع لا فام دو ميناج، علاش؟ لانه كنبغي نقضي شغلي بوحدي، كنبغي نقضي واجر عليه مرتين، نشوف التغيير بعيني ونشوف راسي كندير شي حاجه. برافو عليك، واجر عليه مرتين كنديرو. برافو عليك، تبارك الله عليك. عائلتنا راه حتى حاجه ما كدوز، كلشي بالاجر، كله اجر. والله حتى كله اجر لاله فاطمه الزهراء، والله، وخصوصا في رمضان. عرفتي في رمضان لاله فاطمه الزهراء حسناتكم مضاعفه في رمضان، مضاعفه، لانك تفطروا الصائم. تفطروا الصائم والله يسمح لنا منكم وعائلاتنا وديورنا، فهمتوا؟ والله الا لعدنا الاجر. كملي حبيبه كملي. اما مدام فاطمه الزهراء، انا الحمد لله راجلي معك، قلت لك راه كيضل، كان شحال هذا كيضل النهار كامل في السياره، شو كنت كنصايب ليه اللانش بوكس ديالو، البنات مقاده للمسائل ديالو، كنصبن وكنجمع بدون من ولا ادب، بالعكس جو لو في افيك بليزير. انا فاش كنت صغيره كانت عندي واحد الفكره بانه
لا كارير شي حاجه اللي مهمه والانسان خصو يمشي فهمتي كنت كنفونسي كنعطي لاطاك ملي كندير شي حاجه كنعطي فيها لاطاك كيف ما كانت هذه الحاجه. ولكن الحمد لله مني كبرت في الزواج راني تزوجت صغيره ولكن مني قداميت في الزواج فهمت واحد الحاجه فهمت انه مهم العيالات راه كاين اللي ما يتقبلش هذه الفكره ولكن فهمت بانه كاين الخدمه كاين العائله وكاين واحد لا ميسيون اخرى لا ميسيون ديالي انا باش نكمل راسي انا هي انني نلقى راسي وسط عائلتي الصغيره وهذاك الشيء راه ما كينقصش مني انا راه فيا بزاف ديال الحوايج فيا الزوجه وفيا الام وفيا البنت وفيا وهذا الشيء ما كينقصش مني بالعكس اللي كينقص مني انني نعيش في الوسخ وانني نعيش في العفن انني ناكل شي حاجه اللي تحرق لي مصارا. الحمد لله بدات التغيير بان عليا ايجابيا نفسيا وبان عليا جسديا وبان عليا وقلتي يا سي امير رمضان انا راه مشيت نولد في 29 انا اللي طيبت العشاء راه كنت كنفطرهم يومين راه ما عنديش مشكل انا جيم بيان فيغ سا عزيز عليا نشوف شي حاجه درتها بيدي ملموسه وشارك هذيك الفرحه مع الناس وهذيك هي طريقتي انا في التعبير عن حب للناس اللي قراب ليا نطيب ليهم ونتعلمت انا هذه ومره نحرقها مره نصايبها مزيانه وهكا هي الدنيا غاده. انا ما بغيتش شي حاجه تكون في حياتي ايفون بلاصابل ما يمكنش نعوضها بغيت الا طرا شي الله يستر الله يستر شي كارثه طبيعيه راه حنا في كوفيد راه بان بان العيب سدوا المطاعم سدادة بان العيب يعني واللي ما يعرفش راه كاين اليوتيوب راه كاين اليوتيوب اللي ما يعرفش راه موجود الوالدين ما بقاش خلاتها كتقولها ماما كتقول لك ما كاينش دابا زمان اللي ما كيعرفش كاين زمان اللي ما بغاش كلشي عندكم في يوتيوب حنا كنا كنشريو كتب ديال الطبخ زباله فلوس وباش تعلمك عجوز تكون تعلمك امك راه مصيبه راه كتبقى كتعلمك داكشي في دروس متكرره. اذا انا بالنسبه ليا المراه الناجحه كتنجحي برا وكتنجحي لداخل وهداك الشيء من تمام صورتك ومن محاسنك ملي راه كتلقى شي مراه بشوشه ودايره واحد الجو اش نقول لك دافئ في الدار لا يقدر بثمن. انا من ما بين لي سوفنير اللي زوينين عندي انا ماما راه تبارك الله ما شاء الله خدمات وقرات وكانت كنشوفها كدير 600,000 حاجه في النهار تشوفها كزوجه زوجه تشوفها كام لكل واحد بوقته ولكن واحد الضيف انا مرتبط عندي هي فاش كنتجمعوا في الشيه في داك البوته وكتبقى تسولني ولا في داك الغدا ولا داك الصباح كتبقى تسولني ونسولها وكنلقاها مصايبه لنا شي حاجه بيدها. هادو هما الذكريات ديال الطفوله ديالي اللي كنرجع ليهم حالات ما اذا بغيت نتفكر شي حاجه زوينه كنتفكر هادشي كنتفكر علاقاتنا كنتفكر السفر وكنتفكر ماما كانت ام بمعنى الكلمه يعني كانت خدامه و اون ميم طون ربات بيت قادره على دارها والحمد لله زعما شكرا ماما بزاف. انا بالنسبه لي اي انسان كيترفع على داك الشيء فهو كيترفع على راسه بواحد الطريقه اللي خايبه. العيالات اللي كتسمعوني تبارك الله عليكم باش تكوني ربات بيت ارفعوا لك القبعه لانه الدار جلستي فيها 4 سوايع ما يكفاكش الوقت جلستي فيها 12 ساعه ما يكفاكش الوقت جلستي فيها 36 ساعه في النهار ما يكفاكش الوقت. الدار ثقب من الثقوب السوداء اللي كاينه في المجره راه قد ما جلستي فيها وقد ما كتبان فيها ديما الجديد فيها ديما لي زيفينمون كيطراو ولكن الدار قلبها النابض وعقلها المدبر هو المراه هي عماد الدار. الدار اللي ما غاديش تكون فيها مراه واقفه عليها غالبا غتكون واحد الدار اللي كتطيح في المطبات اللي كتطيح في المشاكل. انا هذيك السيده هذيك البنت انا زعما كنتاسف لها بزاف ما كنتاسفش ليها هي شخصيا كنتاسف هذاك الوليد اللي جاي. انا دابا جوسي نوفيل ماما يلا ام جديده باقا انا كنتصاطح باقا كندير اخطاء بالجمله وكنسول الناس 400 سؤال في النهار ونسول الصغير ونسول الكبير ونسول القاري ونسول المقاريش ونسول كل شيء لان كل واحد تجربته خاصه كل واحد لمسته الخاصه وناخذ من هذا وناخذ من هذا باش انا غنكون التجربه ديالي انا الخاصه بام رياض وهذه التجربه ديالي في الطفل الثاني غتكون ان شاء الله قل منها في الاخطاء وكنتمنى ان ربي يهديني لواحد الطريقه اللي ما نضرش فيها داك الطفل وما ناثرش عليه. اما بالنسبه للطلاق شي هاد القضيه ديال الموجه ديال انه ولات ديري اللي بغيتي كوني طفله ولي مراهقه ديري اللي بغيتي حلي داكشي اللي درتيه بالزواج عيشوا شي شويه وفجاه غيبان لك ما بقيتيش مرتاحه ليه لسبب ما طلقي بوليد. هذوك الرهائن البشريه دوك الرهائن البشريه اللي كتخليو معاكم ياك وكتلوي بهم الدراع على الرجال انا لا ابرئ ذمه الرجل بالعكس انا ماشي ما كنزلش على العيالات بعصال لا بالعكس ولكن لفات انك تكوني انانيه وتبغي بوحدك باش يونسك بحال يا ربي تسمح لي على كلمه بحال جايبه مشيش ولا قطيط ولا جايبه حيوان اليف غتجيبيه للدنيا بحال مشيتي لشي مش باش يونسك حيت انا بوحدي غنجيب معايا لا 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 اولا قرار الاطفال ما كناخذوش بوحدي ابدا
لأنه ما تصنعيش بوحدك كيف ما صنعتيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالركيزة ديال ديك تربية ديك الطفل غتكون هي الله سبحانه وتعالى. كيما جبتي مع واحد الإنسان ما مشي من حقك أبدا أبدا تمنعي داك الطفل من بوه بأي شكل من الأشكال. هذاك الشيء علاش كنا كنغوت وكنقولوا لك صبري ناي. العام الأول هو العام الصعيب، هو العام اللي كيبانوا فيه الفروقات، هو اللي كيتعرى لك بنادم كيطير عليه الماسك. صبر يا بنيتي، الحمالة مدروكة. أنا كيفاش عارف شحال سنيت من عام عاد باش ولدت؟ راه ما شاء الله 6 سنين عاد باش ولدت. ومع العلم أنا راجلي راه قرا معايا، راه كنعرفو كيعرفني، ومع ذلك كنقول للولاد راه شي حاجة كبيرة بلاتي نتسلح بلاتي نعرف بلاتي ندير هادي بلاتي ندير تا بعدا حليت مشاكلي الصحية كاملة. عاد قلت بسم الله توكلنا على الله. أنا مشينا ننقذ من الأول، أنا واحد ما باغاش، ما عاجبنيش، ما نفهمش معاه، عندي مشاكل إبستيمولوجية مع عائلته، ماشي نفس الوضعية، عائلتي كلها مشاكل، عائلته عائلة محافظة وصحراوة، كنعرفوا صحراوة راه عندهم واحد تقاليد اللي ما كيتزعزعوش على، عندهم واحد توابيت، تحية المغرب كامل، ولكن صحراوة ما معاهمش الضحك من الآخر، يا بنادم غادي نيشان، يا بنادم غادي عوج، غيخرج في الحياة مع أول دورة. مشيتي هذاك السيد، انا ما كنقولش منزع على الخطا، حتى هو عنده اخطاء وحتى هو عنده اخطاء بالجمله، ولكن انك تبغي تجيبي واحد الولد في هذا في 2024 بهذيك الطريقه الساذجه ديالك اللي بالنسبه لك الفلوس كتشري كل شيء، لا 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 لا, لا حبيبتي. انا ولدي اليوم عنده 6 شهور وما نكذبش عليك، في العشيه اللي ما كيدخلش فيها بابا خصو يبات يفتح ولا خصو خدام ولا هذا، كنشوف التقاسيم ديال وجهه الاسى انه كيعقل، عنده ذاكرة إيموسيونيل، عنده ذاكرة عاطفية، وعنده ذاكرة لاواعية، وعنده ذاكرة واعية، وهي أخف الذاكرات. عندك يسحب لك هادشي اللي كتعرض ليه ولدك في كرشك، راه ما كيحسش بيه وما غيجيبوش لك من بعد، يا إما غيجيبو لك بنوبات ديال البكاء في الليل، يا إما ما غيبغيش يرضع، يا إما وداكشي غيلعب عليه، خصوصا أنك أنت ناوية تشدي المدلك وتطولي هاد الفيلم. عندك تظني بانه مع الله سبحانه وتعالى تحيدي واحد الولد بواحد، أنت دابا قلتي هذا ولدي، لا لا لا، الولد ديال راسه، الولد الشريكاني في أبوته، واحد الأب كامل أو شبه كامل الأبوة، واحد المرأة كاملة أو شبه كاملة الأمومة. أما تشدو تقسمو بالنص راه ماشي كيكا، هذا غتقسمو. وجيتي سولتي عليه ودرتي عليه وضع اليد، غيشوفو بابا. واش واحد كابر مع باه، وسمحوا لي أنا رفعت الصوت، واش طفل وأخصو بالذكر، الصراحة راهم بجوج ولكن أخصو بالذكر الذكر أبغتيغ دان سيغتاناج، خاصو باه يوقف عليه، خاصو باه يرجلو، راه الرجال ما كينبتوش في حجر العيالات، سمحوا لي على هذه الكلمه، العيالات كيربيو فعلا، ولكن كاين شي حوايج شي مسائل محتاجه فيها ذكر، وذكر حرش، وماشي داكشي اللي عندكم. راه با قبيح ولكن على الاقل اللي دافع عليه، على الاقل يوقف عليه كيف ما كان، حيت انت اللي اختاريتي ماشي انا، راه ماشي انا اللي خطبتو لك ولا سي امير ولا مدام فاطمه الزهراء ولا ما خطبوا لك حد، تمشي جبتيه من عاد منين كيفاش جبتيه. اليوم هو داك الراجل وبوحدو اللي غيتحمل التبعات ديال الخطأ ديالك، لأنه أنت بالنسبة لك طفل يساوي مصروف، طفل يساوي حليب ديال الحك باش نحافظ على راسي، ورضاعة ولبيسات من كارفور وسرير وكل شيء غادي نصوره، كل شيء غندخل منه الأدسنس وخلص خلص خلص، لا 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 لا، أتنصن 5 سنين الأولى 5 سنين محورية في حياة الطفل، بها يكون أو لا يكون. 5 سنين الأولى غتلعب لك على حياته كاملة، كنهضر لك على نفسيا وجسديا وعاطفيا ودينيا. هذاك الطفل هذاك اللي غادي تجي وكيسحب لك غتعطيه الفلوس، محتاج با، وانت ملي غتحرمي با غيبقى يشوفه مرات غا في الأعياد، وغادي تشنقي على با على الحضانة باش تطلعي الادسنس، ما بكش الحضانة، ما بكش باردون النفقة، بك الادسنس وديري بيه الفيديوهات وكذا وكذا وكذا، صاحبك ما كيحسش. لي زونفون سون اون ايبونج، الدراري راه اسفنجات يمتصون كل شيء. انا راه غير بضحك مره كنضحك مع ماما، كنبغي نقولها زعما شوفي راه كيغير عليك الرياض، كنضحك معاه بحال هكا، كنبغى نهضر معاه ونهز يدي، والله ما كيعجبو الحال، كيبدا يبكي حيت الاطفال كيحسوا بكل شيء وكيفهموا كل شيء وكيترجموا كل شيء بطريقه واعيه او لا واعيه. وعندك يسحب لك انك غتكسري ديك الدائره المغلقه ديال الويل اللي دخلتي فيها قصرا، واليوم داخله فيها بخاطرك. لا لا لا، رجعي لراسك، وقبل ما ترجعي لراسك، لان راسك ترفع على القلم، سيري عند شي فقيه وقولي لي انا باغا نحرم بوت ولدي من ولده، ياك حيت انت عندك الكبده وعنده في بلاصه بيا ولا عنده طرومبيه، لا لا لا، هو عنده الكبده. اتونسيون، الرجال ما كيعبروش بزاف، ولكن اؤكد لك يا حبيبتي ان الراجل الفؤاد ديالو كيتهز على ولده وكيتوحش ولده، وربما يبكي على ولده ما يبينش لك، ولكن فعلا وانا داك الانسان استشعرت فيه فاش كنشوفه كيهضر،
متعطش لذلك الولد، متعطش لذلك الولد ما نكذبوش، حيت واقيلا ولد ولا مهم متعطش لذلك الطفل، باغي ذلك الطفل. مني غيولي كيشوفوا 4 السوايع في السيمانة، ومني غتوصل بيناتكم نخزيت وخصكم مفوض قضائي، ومني تشدوا لك جداتك حيت وتكوني انت خارجه ولا عندك شوتينغ ولا عندك ولا عندك ولا عندك، هاد الولد هذا غيكبر بين جنيلكم ولا شنو هي زعما الاستبصارات ديالك ديال هاد التربيه ديال هاد الولد؟ وغتربيه على انه يسمع الوالديه بجوج، ولا يحترم مع باباه، ولا يحترم مع باباك ويسمع الماما، ولا شنو يحترم الفلوس؟ مني تلقاي اجوبه لهاد الاسئله، مني تلقاي عاد ديك الساعه سيري شوفي الشوتينغ. حاجه اخرى بالنسبه للشوتينغ، كنديروا الشوتينغ ماشي مشكل، عما كنبارطاجيوش التصاور داكوغ، حيت هذوك التصاور كيبقاو تصاور حميميه بين الام والطفل ديالها، يعني شكون خصهم يشوفهم؟ الام والطفل ديالها. وبما ان الطفل ما غايشوفش دابا في الكريشه ديالك، من كان من الافضل ومن الاحسن انك تخليهم لراسك، لانه كوميم المراه الحامل عندها واحد الحرمه، وكتطلب الفكاكه وكتطلب السلامه، زائد انك دابا راك في واحد الوضعيه اللي حرجه قانونيا، راجلك ما خصوش يدير لك لا هكا لا هكا. وهذوك التصاور هذوك راه بحال شنو بغيتي زعما تستافد به؟ ما فهمتش الصراحه، ما فهمتش انا الماهيه ديالهم، ومن امتى حنا المراه تخرج للشوتينغ بديك الطريقه؟ العيالات معروفه عندنا الحنه ديال السابع، يجمعوا العيالات بيناتهم ويضحكوا وينشطوا كيساليوها بالادعيه لديك المراه، الله يفكك على خير، الله يعطيك وقفه سهله وحنينيه باش ربي يحن علينا ونديروا الفن. وسنة كاين اللي ما كيدير والو، كاين اللي كيمشي يتلهى عف راسو باش ما تبقاش شاده الخلعه. اختي والله بنتي ما درنا والو لا 7 شهور ايوا دبو عليك. وما دام وما دام كنلعبوا حدنا ما والله ما درنا شي 7 شهور احبابي. نخلفها لك انا والله على حسابي، ندير لك البيفو ونخلفها لك ان شاء الله، والله ما عنديش مشكل، نحتفلوا بك انت الحبيبه ديالي. الا بقيت بالروح نديرها لبنيتي، اما انا كنت بوحدينا الله يخليكم وليداتكم. لالا فاطمه الزهراء ليسونسييل، ليسونسييل ان انا شوفي ليسونسييل في هادشي كامل وهو والله العظيم الفرحه امتى كتكون؟ كتكون جوج ديال الفرحات كيكونوا زوينين، كتكون الفرحه الاولى هي فاش كتعرف ديك المراه كتعرف انها حامل وكتخبر الزوج ديالها كيفرحوا بجوج، هذيك اجمل فرحه في حياه الانسان. ثاني الفرحه الثانيه هو فاش كيتزاد داك المولود ويتزاد كامل هذه، وديك الزوجه كتنوض بسلام، هذيك هي الفرحه، هادو هما الاساسيات في الولاده بالو الولاده، هذا هو الحلاوه، الحلاوه هي الحلاوه كامله ديال 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 دي الولاده هي هذه. الجنس ديال الجنين حتى هو لا والو بكري اجي سي امين، بكري ما كان لا جنس الجنين لا حتى شي حاجه، كانت المراه مسكينه ما عارفه واش عندها ولد، كيبقاو عليها مساكن التقاليد ديالنا، لا راه عندك بنت عندك ولد. الجنس ديال الجنين كان راجلي باغي بنيه، كان باغي بنيه والله، وتا انا كنت باغي بنيه، ولكن حلاوتها هي تكون ديك الولاده، ديك الولاده صدفه، تكون ديك الولاده صدفه هذيك الحلاوه ديالها كتكون يعني. انا السي امير راجلي كان باغي بنت وانا كنت باغا بنت، ما جابش الله جاب هذا الوليد، وحنا سبحان الله غرقنا في الحب ديالو. تبارك الله، الله يحفظو ليكم وان شاء الله ربي يدير بيئتكم بنيه عاود ان شاء الله. برافو. كنقولوا بغينا، ولكن اللي جا جا وليد راه غنبغيه وليدي بحال بحال، غير تنبقاو ابغيت بنيه، وكاين اللي عاوتاني كيبغي وليد، واللي جا اللي جا غنحبوه، اللي جا غادي نحبوه. المهم اننا داك البيبي اللي جبناه للدنيا نحاولوا اننا نعيشوا مع بعضنا، ماشي نكسروا داك الميثاق الغاضي في الاطفال الاسباب، ماشي كنقول الطلاق ممنوع لا، ولكن خصك شي حاجه كبيره، ماشي في 5 شهور تولي تعطينا الموعظه وتعطينا المحاضرات هذا الزنبيبه حشومه وعيب وعار، والله الا هادي راه ماشي مؤثره، راه مدمره لهاد الشابات اللي كيسمعوا لها. كملي يا حبيبه ديالي، والله الا القسم الا الحديث معك غزال، كملي كملي. نزلات تتولي تطلع نتو تتولي تطلع. علاش نزلتي الدكتوره عطينا نصائح؟ لولا القسم الا اش غادي نقول لكم، السيده ولات كتحرض على الرجال، وهذا الرجل راه هو باك، هو اخوك، هو ولدك نيت، راه الام كتبقى عليه تحت اقدام الامه، علاش كتربها الله سبحانه وتعالى الدور ديالها الكبير. الله القسم عباد الله، راه رجالتنا شتي رجالتنا راه بقوه الاهميه ديالنا تتوليو بحال ولادنا،
هما صافي راه ما كيقدرش يتنفس بلا بي، خصك انت تكوني حاضر حداه، راه المرا خصها تتعامل، خصها واش راه داخلين للحرب عباد الله، راه المعامله والله القسم اللي تقدمي سبت تلقاي الحد، هي جالسه شاده ستيلو حمر الا احنا ما خدامينش وما كان منطنا ما كنحطوهاش في الدار اونصول بجوج بينا، صافي عندنا واحد الهدف، عندنا واحد يكونوا جوج ولا ثلاثه ولا واحد، صافي عندنا هذاك الهدف، داك الولد ولا داك البنت ولا دوك جوج ولا دوك ثلاثه، غادي نبقاو حنا ستيلو والورقه. والله القسم الحباب ديالي انا شوف حنا والله القسم على حسب التربيه، والله والله الى هاد العائله عندها مشكله مشكله، وانا كنقول لكم الزواج هو النيه الصالحه، انا باغيه ندير اسره، انا غنتزوج وبغيت ندير اسره وربي كيكمل، ولكن الا كانت النيه خبيته وجبد من عندي نجبد من عندك، والله القسم الله يستر والله هذه حنا ها هي جات ربي يخليك مدام فاطمه الزهراء، سمحي لي دفعتيني تلاحيت والله ما دفعت بالعكس انا كاع ما شفتك هبطتي كنقول لك كملي كملي عرفتي كنحكم معاك مدام فاطمه الزهراء انا بالنسبه ليا على كلامك ام رياض شنو رايك شنو رايك في هاد البنات ديال بانيني وديال الانستغرام اللي ولاو دابا كيخدموا بمحتوى انا تطلقت انا تزوجت انا ولدت دار قشور حيت ولاو دابا كيطلعوا الفلوس من هاد القضيه ديال تزوج طلعت هي دابا هاد الداسره راه تعلمت من ديك صوفيا ديك راه كيعرفها انا ما باش ندير مشكل قانوني هنا في القناه المهم عرفت هذيك صوفيا عرفت. صوفيا اللي في الامارات تزوجت 100,000 مره ولا ديك هيام كل مره كتزوج وتولد مع 1,000 واحد واش هاد الحالات هي دابا المشكل انك تقولي شنو اخي امين ديال بانيني البنات ديال انستغرام شنو هذا انا نقول لك واحد الحاجه دابا ولات هاد الطوندونس هادي زايد على واحد الطوندونس اقبح اقبح واكره يلا كشفت هادي شي يومين طوندونس ديال انه مثلا دابا انا مزوجه طرا ليا مشكل جاب الله الفراق تفارقنا غنخرج نيشان فين الالحاد غندير واحد لاباج وغنبدا نقنع الناس بالالحاد وشكون كنستهدف من 13 حتى 19 عام والناس تخرج افواج برافو 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 اختي ام ديم اللي درتي هذه ثاني لحظه ومن طلعتي قلتي سي امير من طلعتي قلتي ناقصه عقل ودين دابا انا راه شوف الدين راه ما شاء الله زعما عندنا ما نقولوا لا ريليجيون سي بروفي كوريكت بزاف د الحوايج ناقصه عقل واش نقصدوا قصدوا بها ناقصه عقل هما ناقصين بحال لا ناقص لكم شي طرف من المخ ولا المخايق ولا ما كاينش البصره السيسائيه ناس مراد ناس ما فاهميش بين ناقصه دين وعقل راه داك الشيء عنده تفسير ديالو ومرتبط بالعاطفه بشي العقل مرتبط بالعاطفه ديال المراه المراه كتكون اكثر حنان اكثر عاطفه نعومه انوثه كتكون هاد المسائل يعني العاده الشهريه هذا الدين ناقصه عقل ودين لا في الدين هذيك 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 في الدين في الدين لا بجوج الناس الناس ما بغاش تفهم هذا الشيء ما باغينش يفهموا هذا الشيء كاين قلت لهم واحد السيده واحد السيده كتطلع كتخرجوا من المله طلعت قلت لها شوفي هنا عندي لي زارتيكل سانتيفيك اللي كيقولوا بان المراه مورا ما كتولد عندها عامين عاد كتحاول ترجع ماشي كترجع كتحاول ترجع لما كانت عليه قبل الحمل في النسبه في الكثافه ديال لا ماتير غريز ديال الماده الرماديه ديالها وفي الرماديه برافو ديال الياس انكماش ديال اللوب فرونتال وطومبورال وبزاف ديال البلايص في الدماغ اللي ما نكتبش دي زيتود صافي ماشي انا ماشي انا ماشي الدين اتونسيون العلم كتامنوا بالعلم هالخلفيه العلميه اذا هاد التغيرات كلها اش خاصك معاها شريك الحياه عكاز زمان الراجل الصح اللي ما كناخذوش على فلوسه ولا على زينه ولا لا 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 كناخذو على القوامه وما هي القوامه هي منين تكلق حيط نهار مورايا هذا هو الراجل وهذا هو الراجل المغربي ولد البلاد يعني غنمشي نولد انسان كنحس معاه في جنبي ما كنهضرش على الفلوس ابدا الفلوس الفلوس هي اخف درجه لا 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 دوي معايا اللي كيفكر دوي معايا اللي كتلقاه موراك دوي معايا اللي ماشي كيفكر اي بريفو كي اونتيسيبي بال ما تجي الحاجه هو جاي معاك غادي ضابط شرع الاوراق ديال الاولاد عندك اتونسيون راه يحمقوك راه ما تقدريش الا كنتي غتولدي سيزارين واغلب الظن غتبغي تولدي سيزارين وتا لي با ديالك مع لوبيزيتي وداكشي تبغي تولدي سيزارين غا باش تهبطي تسني تني تعطيهم فلوس فلوس تعطي لا ديريكسيون لاكيس ما تقدريش وما كاينش اللي غينوب عليك فهاد القضيه حتى يخافوا اللي يخلصوا عليك في عائلتك
اذا خاصك راجل. وداك الشيء اش كنقول لكم البنات اللي كنتو كتسمعوني، احسن الاختيار في داك الوقت اللي غدوزي وكدوزي على النقافات والقاعه، طيريه ديري عشيوه، ولكن دوزي 6 شهور تصيفطي هذاك الراجل مع بواك، يسافر معاه، يصيد معاه، يتلاقى معاه مره وجوج ثلاثه اربعه 10 20 يعبروا، تصيفطي مع خوتك، مع ولاد عمك، حطيه في ديز اكسبيريونس وحطيه في دي تيست مع الرجاله، ماشي لي تيست ديالنا حنا العيالات رخاوينا، رخاوي نضحك عليك بجوج كلمات، لي تيست ديال الرجال. لا بيان سور بيان سور، هي تقدري تشوفي ان بيتي تيست كيوقع، الا ما جاوبهاش في التليفون كتقلق، الا ما جاوبهاش في التليفون كتقلق. وانا نقول لكم لو تيست اللي كنعطي للرجال بزاف كنت هضرت عليه، وهو كنقول له شوف الا بغيتي تجرب السيده اللي غتمشي معها انت في حياتك، جربها من هذه القضيه ديال التليفون، غير واحد اليومين ولا 3 جوغ تجاهلها وشوف اش هادشي ملي كتكون في البدايه، شوف كي غتكون رده الفعل ديالها. الا التمست لك العذر وانها اقتنعات بداكشي اللي غتقول ليها، حتى يمكن نهار اللي تزوجوا صراحه قول لها شوف راه درت لك ان تيست ان جوغ، راه ماشي شنو كتكون عادي، تما كتعرف رده الفعل ديالها واش هذا ماشي. حيت دابا بحال بزاف ديال النساء دابا شنو كيوقع لهم، كتكون مزوجه مع الراجل 20 عام ولا 25 عام، ويمكن زوجاته في فتره ما كان لا تليفون لا والو، نهار اللي بداو التليفونات كتعيط له في التليفون ما كيجاوبهاش ولا ما كيسمعهاش ولا كيخليه في التليفون ولا شي حاجه، كينوضوا دباز كتبقى يتقاطعوا سيمانه و10 ايام، واش كنتي كدير واش كنتي كتفعل كذا، هاد لي شوز كلهم كياثروا في لافي. ولا ميم شوز سير للراجل، خاصنا نكونوا نلتمسوا الاعذار لبعضياتنا، نثيقوا في بعضياتنا، لان احنا ملي كنقولوا في الاول امريض للاخوات والاخوان في الاول، علاش كنقولوا النيه، النية أبلغ من العمل. ملي كتكون عندك النية أنك غادي تقدم على خطوة تعرف على شريكة حياتك ولا على شريك حياتها البنت، كتكون نية خالصة لله أنك فعلا بغيتي تثبت الأقدام ديالك بناء أسرة، ثم شكون تعرف شنو هي بعد الأسرة، ثم كيكون الاقتناع ملي كتعرف على شريكة الحياة كتقتنعوا ببعضياتكم أولا شكلا ومضمونا. الشكل حنا بزاف، حيت حنا شوف هذه قضيه اللي انا شفتها عند العرب بزاف صراحه، ولا هذا شفتها كانت كيهتموا دابا بالمظهر الخارجي اكثر، لا رانا خاصني الجوهر، شنو هو الجوهر؟ لان ربي خلق البشر كله جميل، واش حنا غنعيبوا خلق الله؟ يا ربي تسمح لنا بعض الالقاب كنتنابزوا بها، القاب مثلا، ولكن هذه ولات مشاعه في الميديا ولات مشاعه في كذا، ما يا ربي تسمح لنا بها، ولكن راه ربي خلق البني ادم، خلق البشر كله جميل، خلق الله جميل، لأن صورك وأول من رآك هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي شاف الصورة ديالك، يعني ربي حبك قبل ما يحبك أي واحد، هذه حقيقة. إذا الاقتناع، ثم كيجي شنو؟ كيجي الصدق، الصدق أن تصادقوا بعضياتكم في العلاقة من الأول، صارحني نصارحك، صافي حيد علي الخطوط هذا، حيد علي دك إن ما كيخش يكون الكذوب يكون الصدق. ثم الثقة، من الأول خصها تبدا الثقة، أنني نثق فيك وتثق فيا، لأن النية كاينة في الأول أبلغ من العمل، هذيك النية هي اللي كتخرج في واحد اللي كان خائن ولا ما مزيانش ولا كتخرج فيه النية يوما ما. ثم الصبر، الصبر هو مفتاح الفرج في حياتنا كاملة، وشنو وكنعرفوا بأن الزواج بصفة عامة مودة ورحمة، ونبداو الحياة والتوكل على الله، والنية فيها البسملة، البسملة كتقول بسم الله توكلت على الله، يعني أي حاجة فيها البسملة ربي كيسخرها. هذا ما كنشوفو بنادم كياكل ما كيقولش بسم الله، كينعس ما كيقولش ما كيقولش حتى ديك بغى يطيح بلاصتو ينعس ما كيقول لا بسم الله، ما كاينش، المهم بنادم غير غادي وصافي. تفضلي اختي ام ريان. تفضلي ربي يزيد فضلك اختي امير. واش دابا حنا ولينا نطلقوا على البيسين؟ هذا البيسين راه ما مزياناش لك انت يا استاذة، راه البيسين لا راه ضروري لا بيسين. والحامضة اختي العزيزة، شوفي انا كنوصي الرجال فين تخرج شري حامضة ديرها في جيبك ودخلها معك للدار، راه ولات كارثة، راه لما دخلتيش حامضة ولا بيسين سي تري فاسيل. دابا كاين هاد لي بيتي بيسين هادو ديال لي زونفون في الدهاز ديال العروسة، ديرها معك البيسين ديريكت، شري لا بيسين وديه. امير انت اللي صيفطتي لي هذيك اللي في البيسين، درت صونار انا اللي صيفطت لك حقا واعره، راه شتي شنو كتبت لك؟ قلت لك ها علاش ما بغاش يديها لا بيسين، راه خاف دير له فضيحة، تتليشارجها وريها للاخوان. راه خاصك تشوفي لي الشورت ديالي اختي فاطمه الزهراء، شوفي لي الشورت، راني مقشب على زهير ويسرى، مقشب عليهم هاد الايامات مزيان. خاصك تخلصيني بالضحك.
بالنسبه لواحد التعليق كيقول لك 6 شهور عاد فاش كيرجعوا بو ريكوبيري سي فري 6 شهور كتريكوبيري شي شويه كيرجع كيديغونفلا لوتيروس الوالده كترجع للبلاصه ديالها بشويه بشويه الهرمونات كيهبطوا ولكن التاثير ديال الهرمونات على الدماغ ما كيرجع للزيرو حتى المرا عامين حتى المرا عامين اذا عندك لا بيريود الحساسه انا ما كنظنش غينفعوك هذوك اللي معاك اللي غرضوا معايا يصوروا بك وياكلوا على اختي هي 3 زون اون توتال لان كاين كنحسبوا العام ديال الحمل و 2 زون ابري الولاده هي كاينه 3 سنين لان اشنو كاين كاين الولاده كاين الحمل وكاين الفطام حتى كتفطم المراه داك الولد راه هذه هي الحقيقه اللي خصنا نفهمها راه دابا اختي امريه علميا حنا ما بقاش ولكن تبارك الله عليك ملي كتطلعي وكتيري لنا هاد لي شوز هادوك هاد النقط هادو حيت راه بزاف ديال الشابات مقبلات على الزواج ما عارفينش هادشي حيت ولاو ملهيين بالانستغرام ملهيين بالتيك توك ملهيين باليوتيوب ملهيين بالمواقع وهما نساو بان الاساسيات الرجال كذلك الرجال اللي فيق هو كيسبح التيك توك هادي كبيره هادي زهره هادي زرقاء هادي بات البارح الجزائريه اللي كانت 6 باش يمشيو يعرفوا شكون هي المراه والمراه تعرف شكون هو الراجل ما هادشي حتى حتى في التعليم التعليم راه ما عطيش واحد الاهميه للثقافه الجنسيه ما عطيش اهميه لي كوبل ما عطيش بزاف د الحوايج وهذا هو المشكل اللي كيجعل دابا الطلاق ولا اكثر من الزواج ودابا راه مشكله شهرين 3 شهور كيطلقوا ها هي دابا هذه المصيبه هذه الكارثه العظمى 5 شهور مزوجين 5 شهور ها هما 5 شهور ناضوا دابا دايرين روعه في الميديا هادو ما تكون دوزوا 10 سنين كون راه فضيحه معاهم ما عرفتش غايقولوا كاع ما عرفتش انا والله واستي امير كون طلقوا على خفاف ماشي مشكل دبر راسهم جوج الناس كبار صافي وصلوا سن التكليف داروا ما بغاو في حياتهم شغلهم هذاك ولكن باش تجيب واحد الطفل وتحكموا عليه يعيش ديك الظروف المأساويه اللي بجوجكم تعديتوا منها بجوجكم عشتوا الشتات الاسري كل واحد بطريقه ما نقولوش الشتات الاسري غنقولوا التفرقه الاسريه بجوجكم عدكم هذاك الحنج وبيدكم عاودتو دخلتوه على واحد الطفل صغير ما اختارش هاد الحياة هذه كتجيني أنانية كبيرة غا أنا باش ما نبقاش وحدي ندير ولد هو الضحية فعلا أمرية تبارك الله عن الأم ديالك كتبت لك ما بني على باطل فهو باطل أكيد سيدتي الفاضلة ما بني على باطل فهو باطل كما قالت لنا فاطمة الزهراء في البداية قبيلة قالت بأن واش كانت عندهم النية الزواج ما كانتش النية لأن السيدة في شوف تي في قالت تصريح مهم قالت له ما راضياش بهذا الزواج ما كاينش اللي غيرضى به وسولتها واش كتبغي قالت ليها لا هي تزوجته لهدف ما اذا النيه ما كايناش هنا ما بني على باطل انا ما كنفهمش كيفاش انا واحد السيده مقتنعش به وغنتزوج به ما عمرني ما سمعته راه واحد ما كتكونش مقتنع به معاه وبيه ما كتكونش مقتنع بواحد الانسان مرا ولا كانت ولا راجل راه بعض المرات ما كتقبلش على راسك تجلس معاه مستقبلا كيكونوا مثلا جماعه وانا ما مقتنعش بداك الانسان قول السلام عليكم كنزيد ما اقتنعش به في غادي كشي سيؤدي الى كارثه الى زيدنا في الهضره غادي ما غنختلفوا وغنخسروا الخواطر فما بالو كندخل معاه المؤسسه الزواج كما قال السي امير راه مبنيه على بزاف مبنيتش على حاجه وحده الحاجه اللي بنيتها على الحب وحده الحب دغيا كيطير كيمشي ويجي الحب ماشي هو المواقف لله الحب شوف الحب هو اللي كيعيشو الانسان من بعد فاش كيدخل القفص الذهبي كيدخل البيت الزوجيه تما عاد كيبدا الحب هو الايام والسنوات اللي كيقضيو مع بعضياتهم كتبين الحب هو ملي كتكون المراه في الويكاند انا نعطيكم شوف الناس ما عارفاش الحب هو ملي كتكون ديك المراه في الويكاند مريضه والراجل مولف انه لحد كيخرج مع صحابه مثلا عادي هادشي عادي لحد كيخرج في الصباح يمشي مع صحابه كافي يمشي وهادي المهم هادشي عادي راجل ولا يمشي يلعب يدير فوتينغ ولا يمشي لاصال ولا ملي كيلقى مراته فيها سخانه ومريضه وكذا اش كيدير كيلغي المواعيد ديالو على من على قبلها كيبقى في الدار يقدر يديباني في لاكويزين ولا يمشي يجيب شي حاجه طايبه يقدر ينظف شويه يقدر يهتم بالوليدات الا كانوا هذاك راه من اجمل الاشياء اللي كتوريك الحب ديال بصح المراه كذلك التضحيه ديالها راجلها مريض كتبقى سهرانه معاه في الليل كتبقى تواسيه كتوقف معاه في السراء والضراء هذا هو الحب ماشي هو بعشائك بحبك هذاك الشيء راه كاين في الاغاني تلقى الاغنيه وراه ما تشبع من الحب تلقى راه كاين ام كلثوم عبد الحليم زيد وائل كفوري نانسي عجرم هروينك على كيغنيو على الحب تحب حتى الصباح مع راسات احلام هذه هي الحقيقه نقول لكم واحد القضيه وقعت هذا واحد السيد من الخليج جا لواحد البلد عربي المهم جا غادي يشوف واحد السيده غادي تعجبو
حاول يغريه بجميع الطرق، انه اللي بغاتو المال، اللي بغاتو كذا، اللي بغاتو كذا، اللي بغاتو ديال كذا، والو ما وافقاتش ليه باش تهضر معاه حتى ساعه د المكانه، ما عطاتهاش، ما عطاتوش الوقت. خدامه في واحد المكان، حاول انه تسبب بكثره الالحاح ديالو، تسبب انه يشري داك الجيرو ديالها، خرجوها من داك المكان. كتخدم في مكان، اما كافي، اما كافي شوب ولا ريستورون ولا كذا، خرجت من داك المكان، مشى وعرف دارهم، عرف كل شيء، مشى في حاله. بقات له غصه ان هاد السيده ما كانتش ليه. اش غيدير العام الماجي؟ العام الماجي غيمشي سياح لداك البلد، ولكن هاد المره اشنو نوى؟ قال انا هاد السيده هادي اللي ما بغاتش ليا بهاد الطرق، اللي غريتها بالمال وغريتها وهي فقيره وكذا، انا هاد السيده غادي نتزوجها، غادي نتزوجها وغادي ندوز معها شهر ولا شهرين وغنخليها وغنزيد في حالي. كانت النيه ديال هاد السيده، ترى عاود هو في برنامج، هذا كيعاود هو ومراته في برنامج مصري. اشنو غادي يطرى ليه؟ غادي يتزوجها فعلا، غيمشي غادي يخطبها من دارهم. هي ملي شافت الزواج صافي الزواج، يعني ما هو في الاول كان باغيها للتفليه، راكم نتوما كتعرفوا دوك الناس ديال السياحه ملي كيجيو بعض الخطرات كيبغاو يتفلاو. غادي يخطبها، غيتزوجها، غيدير عرس واعر طوب، الهدايا لي كادو كل شيء. دوز تقريبا شهر وشي حاجه، غادي ينفذ المخطط ديالو، يعني مثل عليها الحب ومثل عليها المخطط ديالو، انه غيسافر وغادي يخليها مرهونه، والله يعاون الله يعاون. هي ما عارفه عليه حتى شي حاجه، لان جمع غير واحد ابن العمومه ديالو والزوجه ديالو، قاموا معاهم بالزواج ورجعوا في حالهم. شنو غادي يطرى؟ بقات له يومين على السفر، مقرر يسافر. غادي يدير واحد الحادثه، كان راكب غير في سياره ديال الاجره، وديك السياره ديال الاجره غدير واحد الحادثه وغادي يتصاب، وغيتصاب في الدماغ ديالو، في راسو، وغادي يطيح في غيبوبه لمده تقريبا سنه هو في غيبوبه. ملي فاق من الغيبوبه شكون اللي لقاه حداه؟ لقاه حداه هاد الزوجه هادي، هي اللي هاد العام كامل وهي كتعتني به، هو في مستشفى وكتعتني به. ملي غادي يبغي ينوض ما غايقدرش ينوض، غادي يلقى راسو مشلول. نهار اللي غايديروا البرنامج عندهم جوج الوليدات دوكور عندهم، وغيجيو للبرنامج من بعد واحد المده ديال ما عرفت 10 سنين ولا ما عرفتش داكشي، ولا 12 عام، لان الولاده تكون عندهم 8 سنين ولا 9 سنين. غيجيو للبرنامج غيبكيو كلشي، اللي طلب من الناس السماحه قدام العالم، قدام الشعب المصري كامل، وقدام الناس، قدام كذا، وقال لها انا كانت نيتي هذه، صدقت انا طحت بين يديها، وهي اللي رفقت بيا، وهي اللي تقبلاته، وهي اللي هزاته. اذا النيه ابلغ من العمل. السيده نوات المعقول، هو نويت في اللصق طاح بين يديها، ورقى فيها هي الزوجه الرحيمه ليه. هذه هي الحقيقه، اذا النيه ابلغ من العمل. تفضلي اختي. ربي يخليك السي امير على هذه القصه. انا بالنسبه لي التوابيت ديال الزواج هما، اولا ما نختارش، ما نتعلقش فين نتفرق. اللي كنتو كتسمعوني البنات عافاكم، سمعوني بحال كتسمعوا لراسكم كيهضر معاكم، ما نتعلقش فين نتفرق. مني كيكون الفرق كبير، لا الفرق كبير في السن او لا في التجربه او لا في المستوى، هذا المستوى نخليها كلمه فضفاضه، المستوى الفكري والمادي والاسري وكل شيء. وشوفي عائلته، الراجل شوفي باهم راه هو الحصيله ديال باهم وعائلته، بانوا لك ناس دراويش. وهذا اغلب الظن انه واخا يدوز واحد السنوات كيف كنقولوا بالمصري ديال الشقاوه، راه غادي يولي نسخه مصغره على والديه، الا في حالات استثنائيه. يعني كتكون عندك واحد الفكره مسبقه، يعني واخا يبغي يمثل عليك ولا شي حاجه، راه عندك واحد الخلفيه اللي غتبازي عليها. اهم حاجه الاحترام، اللي يقلل لك الاحترام في ابسط الحوايج. ما كنقولش الاحترام زعما مثلا لا، الاحترام كنهضر زعما على في التعامل ديالو اليومي معك. كاين واحد الاحترام، احترام لذاتك، احترام لك كانسان، احترام لك كواحد الانسان من الاولويات ديالو، ماشي راك اللي يستفل الاخر، لا، كيدير بحسابك، كيتشاور معاك، كياخذ برايك. ثالث حاجه، كل واحد عنده مقام، الراجل يعرف مقامه، المراه تعرف مقامها، دون صراعات. حنا راه ماشي هنا في واحد لاغين وغنلعبوا البوكس وتكون غير ربح. حتى دخلتوا في هذه الحرب بجوجكم خاسرين، بلا مجال للربح. الرابح فيكم خاسر، والخاسر فيكم دوبلومون خاسر. الزواج ما كيتحلش بالصراعات واثبات من هو الاقوى. ونسير هضرتي عليه،
هو يجيك بالجهد اللي عطاه الله والكتاف وهذا وتجيب الحيلة. لا 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 الإنسان مثلا جاب الله ويستأنبورتي واحد شوية كان كيهضر معاك وتعصب بثلي ساعة أخرى سكتي سكتي واستغفري في خاطرك سكتي تامن من بعد عما يعاودهاش وتولي هذه شي حاجة اللي ديما لا مني برد نجلسوا أطابل خويا عافاك راك قلتي هذه الكلمة وقلتي هذه الكلمة وها أنا الإحساس ديالي تجاه هذه وهذه ونهضروا حيت الناس اش كيديروا كيدوزوا 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 كيعمر الكاس كيفيض كيفيض الكاس كيمشي كلشي كيولي إنسان على ساروتي فينا هو كيطردق. رابع حاجة حاولوا تأسسوا لراسكم واحد قولوا خطة طريق تفقوا على شي حويجات ومني كنقول العيالات ما تولدوش قبل من العام الاول راه عندك صحاب كتشديه بالولاد عرفتي شكون كتشد بالولاد والله الا المرأة اللي كتشد بالولاد الراجل راه ما كيشدش بالولاد راه ما كاينش المرأة اللي كتخلي ولادها الا الحالات الشادة اما أغلبية الظن المرأة كتبقى تجاهد في راسها على ولادها تصافي ما كيبقى فيها مسكينة ما يتلصق دونك الاحترام كما قال السي امير المودة هادشي كله فوق الحب فوق الحب الحب باش نقول لك راه كيجي كيمشي كيجي واحد الفترات كيطفى كيعاود عاوتاني كيشعل ولكن الاساس هو تكون انت صديقة ديالو هو صديق ديالك كتفاهموا غاديين سور لا ميم لونغور دون عاوتاني في الاسره ملي يكون عندكم وليدات كونوا على كلمه واحده ماشي هو قال اه وتجي تقولي لا ولا هو يهرس هضرتك لا 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 كونوا متفقين ديما يد واحده حيت الاطفال راه عندهم ميكانيزم ديال طرق باش انهم كيلعبوا على نفسيه الوالدين بطريقه اراديه بطريقه اراديه كيبغيو انا نشوفها بعض المرات مع الدراري الصغار كيبغيو يسيروكم مي قلتي هادي وبابا قال هادي وعافاك ماما وانت الحنينه وانت ولا انت بابا انت العزيز عليا هكا باش كيطوعوكم الاطفال عندهم هاد لي ميكانيزم هادو الكاين اللي كيزاد مع الكاين اللي كيديفلوبي فشي بيئه اللي شويه في شكل دونك الا ما كناش مسلحين مزيان وعارفين مختارين هاد التربيه ديال ولادنا كيفاش غتكون لا دينيه ولا علمانية ولا حداثية ولا معاصرة ولا إسلامية ولا ميكس ديال هادشي كامل إنسانية فيها واحد الجانب روحاني فيها واحد الجانب عملي فيها غنمشيو بمبدأ الحق والواجب غنمشيو بمبدأ أنك إلا قنعتيني بشي حاجة مرحبا ديرها غنمشيو بمبدأ أنه شنو ولا على الأدسنس ولا اختاروا الطريق ديروا الخريطة أنه الوليدات هادو إن شاء الله بغينا نديروا هادي وإن شاء الله إن شاء الله إلا وغاسي دير ربي ولكن اعقلها وتوكل نعم المبدأ اللي غادي به نستعنو نعم سيدي انتي مختصة في البيولوجيا والتشريح ياك انتي طبيبة ياك طبيبة لا ديال الشيروجي ماكسيلو فاستيال ماشي التشريح اوكي فوقاش العقل ديال الانسان سواء ذكر او انت كيتوقف عن النمو اش من سنة انا بالنسبة لي انا العقل ديال الانسان عمره ما كيتوقف على التوسع يعني أبداً. الناتج على النص يعني فوقاش يعني ما كيبقاش يتبرع يعني واحد لاج معين اللي هما اختاروا على الفوليوم بناء عن العلم بناء عن علم ساينس قال باللي الدماغ ديال الانسان ذكر او انثى كيتوقف في 18 عام صافي ما كيبقاش يكبر ما كيبقاش ينضج هذا هو علاش اختار لنا سن الرشد هو 18 عام ليس كذلك جو سوي داكور ولكن هذاك سن الرشد راه ماشي هو سن الادراك وسن النضج فما هو سن الادراك والنضج إذن؟ كل واحد وامتى كيوصل سيدي كاين اللي كتزدحو مسكين الدنيا بكري كيوصلوا بكري كاين اللي كيتعطل كيكون مفشش ما كتوصل حتى الثلاثينات كاين اللي معمره ما كتوصلوا مع الاسف ايه ولكن 18 عام يعني اختاريناها على بناء عن العلم يعني ما جاوش هما غير هكذاك واختاروا 18 عام كانوا بامكانهم يديروا 16 عام 14 عام 20 عام 22 عام 18 عام هو السن اللي اسمح لي قاطعتك هو السن اللي الدماغ كيولي فعلا كيميز ما بين الصح والخطا دون اندفاعات سواديزون هرمونيه اوكي طيب شنو رايك دابا بلادنا دابا كنواجهوا واحد المشكله دابا هاد القوانين اللي جايه من الامم المتحده كعرفه ميثاق حقوق الانسان 1948 يعني في اي بلاد في اي بلاد يعني بنت قاصر واخا تكون عندها 17 عام و364 يوم باقي لها باش توصل 18 عام الى يعني درتي معها علاقه كتمشي وراء الشمس فهمتي كتمشي ب 30 عام يعني كتكون العقوبه مشدده دابا في المغرب دابا دايرين قانون يعني القاضي كيعطيك الاوكي كتمشي تطلب من القاضي الى كنتو نتوما يعني كتبغيو يعني مصرين كيعطيك الاوكي كيما وقع ديك بنت البدويه ولا هذا كذلك كيخرجوا لنا صحاب الفاتحه كيقول لك تزوجوا بالفاتحه
دوك المناطق النائيه وهذا مازال حتى هما ما تادابطاوش لهذا القانون الكوني. كذلك كنشوفوا بزاف ديال يعني يتصور تصوري دابا هذا السيد هذا دابا وكان هو كان تلاقاها نهار الاول ومشى هو وياها رفع دعوى يعني عند القاضي وعطاه الاوكي انه يتزوجها في ذاك العمر اللي تلاقاها بها يعني 16 عام كان ما غيدخل الحبس ما والو وتزوجها وهنوا فياك. ولكن شوف الامور كيفاش تطورات. يعني شنو رايك دابا والدين كيقول لك مثلا كيقول لك تطيق الوطء تكون قادره انها تدير علاقه وتكون بالغه كيفاش غادي نوازنوا انت في نظرك ما بين العلم والدين دابا هذا هو المشكل اللي عندنا وما بين المفاهيم ديال المجتمع والتقاليد وهذا القضيه ديال زواج الفاتحه وهذا الشيء كامل. يعني احنا مازال كنواجهوا هذه القضيه مازال ما قدرنا يعني نكونوا في يعني في واحد الصفحه واحده من حيث ان البنت والولد يكون عندهم 18 عام بجوج باش يتزوجوا ما قدرناش نديروا هذا. واش كاين شي حل؟ انا بالنسبه لي سي امين تشرحي لهم من الناحيه العلميه فوقاش الانثى يعني كتكون قادره على الزواج يعني في نظرك من ناحيه علميه يعني. انا بالنسبه لي سورتو مع بنات هذا الجيل غنمشي بمبدا اجتنبوا الشبهات من بعد انا حتى 23 24 عاد نبدا 18 العام اللي كتهضر عليها انت سين الرشد القانوني. انا بالنسبه لي اللي كنشوف البنات اللي كنشوفهم دابا عندهم 18 عام فعقلهم وفي قدراتهم باش انهم ينضبطوا مع مؤسسه الزواج ما صالحينش بعشر سنين. يلا عندهم النضج ديال 8 سنين باقي كل شيء كديروا ليها امها باقي الا ما وكلتيهاش في ماكدو ولا كاي اف سي ما كتاكلش ما تعرفش تقلي بيضه ما قاده على ولادها ما قاده على تربيه ما صالحاش كأم. انا بالنسبه لي غنجتنب الشبهات كون كنت راجل وناخذ بنت عندها من 25 عام 23 24 25 بنيتها فهمتي غتكون على الاقل شي شويه دخلات وخرجت الكوزينه سمعات شافت قرات خرجت للدنيا ما ناخذش انا من صراحه انا هذه القضيه ديال الصغار ما كاينش حاجه تحت 18 ما يمكنش العقل يستوعب انه تحت 18 لا البنت تزوج ما قبلهاش. أنا شو كيوقع بالضبط لما تشوفي مثلا واحد البنت عندها 14 عام بحال دابا اليمن شفت اليمن فضيحه تما بنت 13 عام كيزوجوها لواحد عنده 60 عام شنو كتصوروا نتوما ملي كتشوفوا واحد البنت عندها 14 عام اش من 13 عام سي امين وترى الفضيحه اللي كاينه دابا راه 9 سنين 10 سنين 8 سنين كيخلي على الله راه كيبكينا داكشي ما بقيتش كنحمل ندوز ديك الجهه نشوف اش واقع هادوك عرفتي اش دايرين ولا هادوك اش نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. بغيت الاخت فاطمه الزهراء دير لنا شي نهار شي حلقه نكون ندخلوا فيها مواضيع اجتماعيه وغنهضروا على البنات نوصيو بناتنا اللي كيمشيو لدول المشرق كيمشيو لتركيا كيمشيو لكذا ردوا بالكم من الزواج من الشيعة ردوا بالكم الزواج من الشيعة اليوم من اي لا 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 ماشي لا 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 كاينين لا لا شوف لا نعمم لا نعمم الزواج مغربي مع مشرقي لا لا كاين شوف كاين شوف كاينين اللي تزوجوا مشارقه وعايشين الحمد لله تخدموا الخليج الزواج من الاتراك دائما مشاكل الاتراك وكاين البعض اللي كاينين في تركيا هما كيقولوا كينسبوا راسهم للعراق وكينسبوا راسهم لهذا ردوا بالكم من الشيعة حتى الحقوق ديال المراه المغربيه ملي كتزوج سواء بهذا الاتراك او بالمشارقه يعني ما دائما حقوق مهضومه يعني والله القسم الى مشكل كنشوف دائما حتى هاد المؤثرات اللي كيمشيو لتركيا دابا وكيتزوجوا كاين اللي كتخلي ولادها تما وحده دابا كتبرجت فيها خلات نزلات على ولادها وعلى ما يمكنش القسم باش تاخذ حريتها كتنازل لا باش تاخذ حريتها كتنازل مضطره تنازل على ولادها لا القانون الماليزي حتى هو مع الماليزي يبقاو الاولاد تما ما يخرجوش ديك اللي في ماليزيا حيت هذه شوف وراه هي اصلا ملي كتسني على داك خصك تعرف بعد ديك الكونترا شتا نوع عندهم شكل ديال بحال الكونترا ملي كتسني داك الزواج وراه خصك تقرا شنو مكتوب فيه انها الا كانت غتطلق راه الاولاد كيبقاو مع باهم وهكذا عرفتي راه بزاف ديال الحوايج اللي كيسنيو عليهم ما عرفتش علاش كيغامروا بعض الفتيات بهاد الزواجات ما فهمتش انا كاين خصنا نديروا حلقه على هاد الشيء راه ما يمكنش انك يكون موضوع اجتماعي الويكاند ان شاء الله دير لنا شي موضوع اجتماعي الا كان عندك
إلا كان القانون ديال تركيا ولا ديال أي دولة أنني نطلق ونتنازل، ولا كان هذا الرجل مستحيل أنك تعيشي معاه، مستحيل. كيفاش أنك غادي تنازلي على ولدك ولا بنتك؟ هادشي خطير وخطير جدا والله القسم. الربالة رشحاتين داروا لنا وكالة التجارة في البشر في المغربيات، مغربي ومصري، صور انت هي قال لك سيدي تزوج مغربية مع مغربية وجالسين يتجربوا المغربيات. هذا موضوع شائك باغي نتطرق له انا، هذا موضوع شحاتين حتى هما راه تصرو ولاو كيجيو يعني انا ناقشوا بزاف ناقش المواضيع بزاف، كنتمنى ان شاء الله نناقشوها في المنصه هذه شي مره. موضوع اجتماعي يكون في الويكاند، يكون الاخوات والاخوان كلشي مدايرين ناقشوا ضروري، لان شوف ناقشوا واحد الساعه المكان هاد العائله المشوهه ومن بعد ندخلوا في موضوع اجتماعي، لان كاين بزاف من يتقال وبزاف من التحذيرات نحضروا الناس، لان صراحه راه بزاف ديال البنات بزاف كيمشوا ضحيه. الزواج يعني الزواج الاجانب المختلط كتقول لك خايب بزاف. لا شوف بالنسبه لاوروبا لا ماشي كله، لا شوفي ملي كتكوني في اوروبا يعني كاين حقوق ديالك كمرأة محفوظة، ماشي بحال اللي كتكوني في معصر ولا كتكوني في تركيا ولا كتكوني بعيدة. المغربيين الزهراوي حتى في الريف كيزوجوا كيزوجوا، ولكن ما بقاش بزاف داكشي، ما بقاش دابا الزهراء في الريف ما بقاش. حنا كانت لا والله القسم هذا الشيء دابا والله المغربيات ما كان غير تزوج بالتركيين، تزوج بهادو، تزوج ولده، وفي الاخر تخرج من التركي عنصري، تركي عنصري ومنرجسي ومريض، ما يصلحش المغربيه، ما يصلحش المغربيه اللي حنا عندنا كنفكروا هو لا عنده حوايج ثابته. شوف ما غاديش نعمموا حنا، لان ما يمكنش نعمموا على جميع الاطراف. راه ممكن تلقاي مغربيه وناجحه مع تركي وحياتها تقول لك انا 30 عام وانا مزوجه وانا، ولكن اغلب الحالات خصوصا ديال المؤثرين دابا اللي كنشوفهم انا مطلقين مخليه الاولاد، كاينه مسكينه واحده المغربيه مزوجه تركي كان راه ماتت مسكينة بسكتة قلبية. اللي ماتت راه درنا على حلقات راه ماتت مسكين. ماتت مديحة. مديحة. وعرفتي ديك مديحة، أنا خرجت ديك التحليل الطبي قبل ما تموت بيومين. خرجته ودرت له السكرين ومشيت هزيت داك المرض ديالها، كان عندها الإيسكيميا. تعرفي الإيسكيميا أي حاجة أمراض الدم كتكون سميتها كيميا. الإيسكيميا هي نقص الدم في واحد الموضع من القلب، هذا كيعطي مؤشر ان داك العروقه ديال القلب مبوشين تما، وكان خصها غير عمليه القسطره. لو كان عندها الفلوس كانت تعيش ما تموتش. وهو هذاك الرجل الكردي مكرفص عليها ما خدامش، يجي سكران حالته حاله، ثلاث جوج ديال البنات بعيده على دارهم، البرد جا الزلزال تهرست دارها، رحلت الروينك حلا مسكينه هذه والله العظيم. وعطاوها المعاونه، عطاوها المعاونه وكلاها لها ديال الدار. انا راه قلتها قالت لك كانت كيزير عليها قلبها، مشات للمستشفى تما وهي غاديين بها جايين شهر ولا شهرين، كثيره تكوني تما راه هنا في اوروبا يعرفوا بانك مشكل القسطره غدير تمتم، ويلي غادير بها جايه غادير بها جايه غادير. انا قلت القسطره اللي خاصها، القسطره اللي خاصها والله القسم الا ديك القسطره، ولكن كنقولوا اش غادي نقول القسطره. الله يرحمها ديك مسكينه. انا كنفكر والله الا كنفكرها في وليداتها، كنفكر في وليداتها والله الا شحال من مره امين معك تدرت على الموضوع شي 3 ولا 4 مرات. والله اخويا كنعاود نراجع كيطك ليا داك الموضوع، كنفكر في دوك الوليدات مساكن اللي دابا مشكله ما كاينه معاهم. باهم قال لك مريض مع باهم، دابا عائلتهم دابا عائلتهم ماهم عائلتهم ماهم دابا محرومين منهم. لا الربالة كذاب ما مريض غير بسرطان لا والو، قالها هاد لك باش ما يخدمش، بارد لك باش هي تمشي تخدم. لا ماشي كان عنده كان عنده شي حاجه في المعده، شي قرحه معده ولا ما عرفتو كذب عليها ولا ما عرفتش داك العجب. باش هي تنوض تخدم، باش هي تنوض تخدم خصو يكذب عليها يقول لها راني مريض باش يبقى في الدار ناعس بحال بوكريشا التركي. هذا هو كردي بعدا ماشي تركي، هو راه بعدا ماشي تركي بعدا باش نكونوا نجيبوا الناس. هو في اسكندرون في واحد المنطقه قريبه لسوريا. نشوفوا أم رياض. كنشجعوا بزاف. أنا فاش كيسولوني مثلا البنات كنقول لهم شوفوا أنا الرأي ديالي يخصوني أنا، ولكن انطلاقا من تجربتي وتجربة المحيط ديالي كاع البنات صحاباتي ولا بنات العائلة ولا كل شيء،
ما كاينش محسن من ولد البلاد. زعما طلع شي مشكل ولا شي حاجه ماشي، على الاقل راك عارف المدونه، عارف القانون. ولد البلاد ما دغاك وما يسرطك، واي ما دغاك ما يدغاك وما يسرط. حنا معروفين ما عندناش الحمد لله هذوك تيري فيها ونخرج من القضيه، لانه عندنا تحت مسمى جرائم الشرف. وخا ديك الساعات ما كانش، وخا ما كاين، لا تثبت الظروف الوضعيه انها جريمه الشرف، ولكن غنلبسها جريمه الشرف. حنا ما عندناش القضيه الا حالات، ما كنهضرش على الحالات الاستثنائيه، ولكن غالب الظن كتلقى مثلا والدين كلهم حفوا صباطهم كيضربوا تمر على بناتهم وعلى ولادهم، كيقريو لنا حنان اغلبيه ديال الاباء اللي مات الله يرحمه من طريق العمر. المغاربة أثبتوا أنهم أزواج مزيانين، ما يعمر هذا سيري مع خصوها شوية تليفون، ما خصوش بزاف، شوية الهضرة، الإنسان يكون كيخفض صوته ما المرأة الحلاحة. شوف أختي أم رياض، والله اكتشفت أن المرأة الحلاحة أكثر محافظة وأكثر يعني محافظة على بيتها وصبورة. والله أنا كنقول لكم نيشان، المرأة رخصة تكون ذكية، لأن ربي سبحانه وتعالى علاش جعلها أنثى وعطاها العاطفة والحنان وعطاها يعني الزائد. علاش كنقولوا الرجل خصو يكون خشن ويكون قاسح ويكون شوية، ماشي قاسح نقولوا عنفي ولا لا، هذاك ضد العنف. أنا العنف ما كنحملش العنف، وما كنحملش بحال دابا هادشي اللي وقع مثلا ما بين الطاسرة وزهير، هادشي أنا بحال هادشي ما كنحملش، أنا بحال الأجواء وهادشي نو. هي المرأة الحلاحة هي اللي كتحافظ بزاف على الأسرة ديالها، كتحافظ على دارها وبالصبر، الصبر، لأن المرأة راه هي المرأة كتصبر أكثر من الرجل، راه ما كيصبرش، هذه راه حقيقة، مش بلا ما نكذبوا على بعضياتنا، الرجال راه ما عندناش قوة الصبر كيما المرأة. غيقولك لا راه كيضرب تمارك، فعلا واجبات الحيوانات. أمير سي أمير، حنا والله إلا لا مجهدين النساء، والله إلا لا مجهدين على الرجال. عرفتي كنديروا لا بالصبر، بالصبر هذه كنعترفوا بها بالصبر، كنصبر. كيصبروا 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 شوف، ولكن هانتوما راه شوف الا رجعنا حتى للدين، الا رجعنا حتى للدين، ادم خلق من تراب، بلاتي ادم خلق من تراب، علاه باش يخدم ويكد ويفلح ويدير ويفعل، وهذا بحال الفاس كنقولوا، بحال الفاس، لان المعدن منين جا؟ جا من الارض، كنقول كنشبهوا هذا التشبيه، الرجل بحال الفاس، فين ما حطيتيه غادي يحفر الفاس. اوكي ما كيعرفش هذا جبل، هذا صخرة، هذه هضبه، هذا رم، لا كيلس ولا كيحفر. والمراه منين تخلقات؟ منين خرجت؟ خرجت من الطلع ديال 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 ابونا ادم، راه هنا كاين حيطه. الفيزيولوجيا والكيمياء ديال اي جنس، الفيزيولوجيا والكيمياء كتناسب بعض المهن معينه. انا ما نقدرش ندير التمريض مثلا، التمريض خص تكون واحد المراه اللي بنادم، خص تكون واحد رطب، المراه اللي تقدر دير التمريض. مضيف الطائره شكون اللي تقدر ديرها؟ المراه، الراجل ما يقدر، خشين ما عندوش هو، ولكن العسكر، البوليس، نجار، ميكانيسيان، الراجل هو اللي كينجح فيها. الطبخ مثلا، الطبخ راه ديال الرجال، لان داك الشيء ديال تقطع وهذا خص يكون يد كبيره ويكون صحيح ويكون عنده عضلات، فهمتي؟ وانا كنهضر على الطبخ اللي معقد، ماشي الطبخ الصغير. المراه عندها واحد المهن معينه اللي كتنجح فيهم، والراجل عنده واحد المهن معينه اللي كينجح فيهم. ما كيعنيش ان هذاك الجنس قوي على ذاك الجنس، وما كيعنيش حتى شي حاجه، فقط يعني الفيزيولوجيا. حنا غير في الصبر، امين امين اخي، نهضرنا في الصبر، الصبر نكونوا حقانيين. المراه، النساء كيصبروا اكثر من الرجال، بغينا ولا كرهنا. هذه حقيقه الصبر. انا نقول شوف دابا انت امين، شوشو دابا امين، عندك وليدات؟ مزوج؟ عندك وليدات ولا مازال؟ غادي يجي وغادي يجي، ماشي مشكل ان شاء الله، الله يسهل لك. شوف انت غير في البيت، في البيت ولا شوف غير في الاسره ديالك كيفاش كبرتي. شكون اللي كاين عسل الاخر في الدار؟ شكون اللي كاين عسل الاخر في الدار؟ زعما كتقول دابا في داك الشيء المنزلي، دابا غير فهمني، غير فهمني. لا شوف، حنا كنبديت لك غير من الدار، من الدار شكون اللي كينعس اكثر في الدار؟ كتناس الاخر، كتناس المراه. مثلا مشيتي للعمل، شكون اللي كيكون في السكرتارية؟ اغلبيه كيكونوا نساء، حيت السكرتارية عمل شاق بالنسبه عمل شاق. ملي السكرتيرا كتخدم يعني، شوف العمل ديالها كيكون اكثر من المدير. مدير بعد خطره تيكون كيسني ولا كيتشاوروا معاه ولا كيدير فهمتي اجتماعات ويزيد بحالو. مي كتكون ديك اللي شاده سكرتاريا كتضرب العمل ديالو في ثلاثه،
ولا في كات فوا. يعني كاين حنا كنهضروا غير في هادشي اللي بسيط، اما الا جينا للحياه العاميه المراه اكثر صبرا من الرجل، كتصبر اكثر من الرجل، كتصبر حتى على المشاكل. الرجل راه ما كيقدش على المشاكل، باش نديرها بعدا الرجل كيضعف قدام المشاكل. والرجل دابا شحال من واحد كيقول لك المراه اكثر بوء فعلا، حيت هي انثى وانثى دموعها سابقينها عادي حيت ربي خلقها هكاك. ولكن راه بكاء الرجل اكثر من المراه، غير الرجل ما كينزلش الدموع، الرجل كيبكي لداخل وما كيصبرش للمشاكل وما كيقدش يواجه المشاكل فاس من الوهله الاولى. المراه لا، المراه تقدر تواجه هادشي، راه علميا واجتماعيا وفي المجتمعات بينوا هادشي. دابا شوف شناوة، شناوة الاعمال الشاقه شكون اللي شاده؟ الهنود الاعمال الشاقه شكون اللي شاده؟ البوادي والقرى الاعمال الشاقه شكون اللي كيديرها؟ اذا رجعنا لتاريخ المغرب شكون اللي كيمشي، شكون اللي كيمشي الاخر؟ شوف النساء كيمشيو يحطبوا كيمشيو كذا، شوف كذا، شوف كتلقى الراجل كيدير شي حاجه بس. يعني هنا من هنا كتبان لك قوه المراه والصبر ديالها. هذا الشيء علاش بغينا نقولوا، لذلك ربي له شأن في تدبير الكون ديالو نفسيا ماشي عضليا، لان الراجل عنده العضلات، العضلات اكثر من المراه، العضلات هي نفسيا اكثر. فهمتي؟ نفسيا المراه تصبر اكثر، يعني نصبر عليها. ولكن دابا ولكن بالنسبه لشوف شوف بالنسبه لزهير، شوف بالنسبه لزهير وزهير والداسره، لا زهير والداسره بالنسبه للعضلات كان هي كنعطيها العضلات اكثر منه. هي راه فهمتي، هي راه مترينيه وتقدر فهمتي. شوف غير كلامها راه كتلوح وكتخلي السيد خارج ذاك النهار جالس كيشطب الدار بلا هو، دار لنا سبع دقائق هو كيشطب في الاخر، قال دقيقه ديال جوج كلمات هو يقطع الله. ما كيقدرش يواجه. دابا هو باقي ما عندوش حتى القدره يدير واحد 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 الفيديو فيه 30 دقيقه ولا، هي عندها القدره تمشي معك حتى 6 سوايع ما عندهاش مشكل. يعني هي قويه يعني لا المسائل هذا واخا يكون التعليقات كلهم فيها سبان. عادي عادي سبها كيما بغيتي. راه كانت 16 عام ولا 14 عام وهي في السوشيال ميديا، راها بنت السوشيال ميديا هي متمرسه. متمرسه متمرسه. واش غادي نقول لكم راه 4 ساعات و20 دقيقه كتعرفوني في هذا الوقت اكيد. غادي نقول لكم شكرا، شكرا سي امين، شكرا لفاطمه، شكرا لام رياض المداخله القيمه ديالك، شكرا للحضور كاملين، شكرا حتى للاخوات اللي دازوا معنا في المداخلات، لاله بوشطه، لاله زهره مسكينه، قولوا الله يشافيها. مسكينه كانت ناسه، كانت ناسه ودرس، راه كانت فاقده الله يشافيها، راه مازال فاقده الله يشافيها. كتقولنا علاش كتهضر مستواها مازال ما عارفه لا من لا لا شوف ماشي ما عارفاش، ملات الموضوع، ملات وملات. دابا راه نعسات وفاقت الزهايمر ديال النعاس. تحكي علينا قالت لك دخلت لهذه القناه عجبتني شكون مولاتها؟ قلت لك تعرف العائله المشوهه؟ قالت لي لا كنعرف انا غير القدوه ديالي هي مختار. وقلت لها مسكينه راه فقدت الذاكره ما بقات عارفه والو. الله يشافيك هدايا البرجة والله. وبقيت تأثري مع شي مع شي مع شي موضوع نتفاهم معاك. هدايا البرجة الحمد لله من عقلات على ماما هالروبالة، الحمد لله الحمد لله. ايوا صافي قدرت تحل اليوتيوب وتدخل تنهضر معاها باللهجه ديالها. كي راكي كي راكي شكرا لكم كاملين. ميرسي. وهضر معاها امها مغربيه وبا جزائري، ما تنساش امها مغربيه. اكيد اكيد الجهه الشرقيه بنتنا بنتنا زواج الحمد لله مزدوج. بابا امير وايدي بونجور مريم الله صبحوا على خير كاملين. شكرا لكم، شكرا اختي فاطمه الزهراء، شكرا لك بزاف، شكرا نشكركم جزيلا الشكر. شكرا للدكتوره ام رياض، سي امير، سي امين، لاله فتحه شابون. عندك تقولي لي بغيت نغني عندك؟ لا 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 ما بغيت. صافي انا نقول لك ما تقولي لي لا نغني لا والو، صافي خلي الناس ينعسوا على خير وبخير، ماشي تجيو كوابيس الليل. داكشي اللي كاين. اسقطت فتيحة الشبوت الما يجري قدامي.
عطشانة مكوية بالنار بالنار وانا قصيت ليالي نيني 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 سقاو يلا الحباب ديالي شكرا للمتابعين ديالي صباح الله خير باي 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 غنخليكم على الشطح والرديح ونسدو اليوم الأحد ما كاين حد هي اللي بغات